بالعدم. الجنيه المصري بيفضل جنيه زي ما هو. برغم الخلايا المربية. عاوز اكل عيش. بس الموتة دي شرف. شهد مصر. مساء الخير واهلا بكم في المصر افندي. معلش اتمنى ما اكونش ضيف ثقيل عليكم النهارده انا يعني احل ضيفا عليكم وعلى الاستاذ محمد علي خير الزميل العزيز اللي يعني اصابته وعكه صحيه ان شاء الله بسيطه وتعدي على خير، بس احنا يعني قلنا لازم نريحه شويه او يعني هو يرتاح شويه حتى يعود اكثر تالقا، وطبعا الساده المشاهدين يهمهم يطمئنوا على صحته، عشان كده احنا قلنا نفتتح الحلقه والبرنامج بسماع صوته للاطمئنان عليه. استاذ معانا؟ طيب احنا في انتظار سماع، كان نفسي ابدا الحلقه بصوته لكن احنا في انتظار. معانا استاذ محمد علي خير، يعني طبعا انا عملت معهم فتره معينه وله كل الاحترام والتقدير، كنا بنختلف كتير يمكن على الهواء او يعني كل واحد ليه وجهه نظر، لكن طبعا له كل التقدير والاحترام ولمشاهديه. معانا استاذ محمد. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور، ازيك استاذ احمد؟ ازيك حبيبي، طمنا على صحتك. خير يا استاذ محمد؟ اولا انا سعيد ان المصر افندي فيها النهارده صديقي العزيز احمد سالم. اشكرك يعني. اولا يعني ده مهم. الصحه يا احمد يعني خلاص عجزنا بقى يعني. لا يا ريس، انت شباب، ده احنا اللي عجزنا. انت يعني انت بتغزي العين بس يعني. عجزنا بقى بس بص اقول لك حاجه، لو في، مش عايز استخدم تعبير النصيحه، بس لو في حاجه عايزين نقولها دايما لبعض دايما، ان احنا لازم نبعد فعلا عن الضغوط والاسترس والحاجات دي يعني تفتكر احنا نقدر نبعد كويس. ولو بعدت ولا هي اللي هتجيلك؟ انت كل ما تروح للدكتور يقول لك الاسترس والضغوط، يعني انا فجاه قلت في حالي فجاه نبض القلب عدى ال 200، دخلنا بقى في مشاكل بقى تتعلق بالقلب وكده. بس كله خلاص الضغوط اللي انت بتعيشها على مدار اليوم والساعة يعني. بس الف سلامة عليك. طب انا عايز بس اطمن السادة المشاهدين، يعني هتنور مكانك امتى ان شاء الله؟ الحمد لله انا ان شاء الله يوم السبت الجاي راجع ان شاء الله للبرنامج المصر افندي، وهذا الاسبوع يعني هيقدموا نخبة من اعلاميين متميزين زي حضرتك وزي دين عبد الكريم وزي بسمة وهبي يعني، فانا اكيد انا مش غايب يعني، بصير لحضوركم يعني. اشكرك، ربنا يخليك. احنا طبعا يعني مش هنعوض غيابك ولو حتى بجزء بسيط، بس يعني ايه اسمح لنا ان احنا بس احييك على حلقتك امبارح. اشكرك. كنت بتفرج وانت عاملين حوار انت مع الاستاذ الكبير مفيد فوزي امبارح، بالعكس وفعلا كان لقاء حلو وممتع وسريع. اشكرك استاذ محمد، وفي انتظارك تشرف وتنور مكانك ان شاء الله وتعود لمشاهديك اللي اكيد كان عندهم حاله من القلق. ولكن انت بتقول لي ضغوط ومش ضغوط، يعني اعتقد الدكتور لو سالك بتشتغل في ايه كان هيعرف سبب الضغوط يعني، او هو اكيد عارف حضرتك يعني او متابع. فهي شغلان الضغوط، ربنا يكون في عونك وفي عون المصريين كلهم. مش عارف هو الدكتور اللي بيقول للمواطن المصري ابعد عن الضغوط، طب يعني هو بيروح لها؟ هي الضغوط هي اللي بتجيلنا. اتمنى ان احنا كلنا فعلا كل واحد يحافظ على صحته، اللي بيشرب سجاير يبطل، اللي بينفعل على حاجات بسيطه يبطل انفعال، لان فعلا مفيش حاجه في الدنيا تساوي صحه الانسان. نظريه المؤامره هي كيف المصريين؟ اقول لك بصراحه، احنا كشعب بنعشق تفسير اي امور او امور كثيره جدا بين الناس ان دي نظريه مؤامره، يعني من اول ما الواد بيبقى في ثانويه عامه ويطلع معيط من الامتحان، امه تقول لك يا اخويا اصل مستقصدينه. ترجع ورا شويه في اعدادي في ابتدائي، ده الواد ممتاز والالفه بتاع فصله بس الاستاذ مستقصده. فدي نظريه. بعد كده بيطلع نفس الولد ده لما بيتخرج ويقعد على القهوه وتجي له وظايف، امه تقول لك لا اصل هو خريج مش عارف كليه ايه وجاي له وظيفه يشتغل بايده، لا ده راجل ده بكالوريوس. يعني بنفضل نبحث عن الاعذار ونتهم الاخرين بالمؤامره. ولكن هل ما فيش نظريه مؤامره؟ لا، في السياسه، في الاقتصاد، في كل حاجه في الدنيا موجوده.
انا مش هاخدك في حته ان مصر مستهدفه ومصر مش. لا لا اكلمك انا راجل يعني بعتبر نفسي من بتوع الارقام، يعني بعشق الارقام اكتر عشان هي اللي بتبقى ليها مدلول او ليها يعني بتعبر عن حاجه معينه. النهارده وامبارح واول تابعت يعني عايز اقول تقارير قناه الجزيره على الانتخابات الرئاسيه وعلى غيرها في مصر، وتابعت النباح بتاع قنوات اياها التي تدعي انها يعني بتحبنا وخايفه على مصلحتنا، والساده المذيعين اللي بيطلعوا يدوا خطب عصماء ويعني حاسسك انه محروق. قول اللي انت عايزه. وتابعنا مؤخرا البي بي سي وغيرها وغيرها من وسائل الاعلام، كل الناس دي بتؤكد لك فعلا ان في مؤامره. هو النهارده عدى كام سنه على الانقلاب الفاشل بتاعه اللي هو مسميه انقلاب فاشل وهيسقط الانقلاب ومرسي راجع. خمس سنين وهو بيحاول يهد فيك ما بتتهدش. فشايف انتخابات رئاسية واستحقاق رئاسي قادم هو يشعر بالفزع والرعب من ان ممكن تزداد او يعني تسقل وترسخ لشرعيتك. ده بالنسبة له سيناريو مفزع. هو عمال يصبر رجالته في قطر ورجالته في تركيا ورجالته في كل مكان، يقول لهم اصبروا احنا راجعين، كلها يومين ده الانقلاب بيترنح، ده مش عارف ايه، كله كلام في كلام. انت كمواطن النهارده يعني انا الوم على البعض ان هو يقول لك مثلا انزل رشح انتخب الرئيس السيسي. اوعى تقول لحد كده، ولو ابنك ما تقولوش كده. انت قول له شارك عشان توجه رساله للعالم ان مصر موجوده بالفعل. سواء انت مع، يعني انت لو بتحب الرئيس السيسي انزل انتخبه، لو ضده انزل انتخب المنافس بتاعه يا سيدي كيدا فيه، لو ما بتحبش الاثنين برضو انزل وان شاء الله يا سيدي لو عايز تبطل صوتك، المهم تنزل. النزول هو مسؤولية وطنية. فرق كبير جدا جدا ودايما اقولها بين انك تكون ضد النظام وانك تكون ضد الوطن. في ناس بتخلط المفهومين دول وده خلط في منتهى الخطورة. النهاردة انتشر على السوشيال ميديا بوست لاحد الشباب الثورجية جايب صورة ميدان طلعت حرب معمول فوتوشوب وهو متدغدغ 100 حتة، يعني حاجة زي سوريا والعراق كده. لو تقرا كومنتات الشباب المؤيدين له، هو الولد كاتب ايه؟ بيقول لك لو ده التمن ان مصر تبدا على نضيف ونتخلص من الكمع والانقلابات والحركات والبقين اياهم دول هتبقى حلوه وجميله وزي الفل. لك ان تتخيل ان في ناس عايشه معانا بتفكر بالطريقه دي؟ يبقى انت اعدائك او اطراف المؤامره جوه وبره وفي كل مكان. ما تدهمش فرصه، انزل وشارك، خليك دايما ايجابي. يعني انا اتمنى، عارفين انا الناس بتاعت مثلا القنوات التانية الشرق والكلام ده، والله انا اعرض عليهم المناظرة على الهوا، ولا بقى انا مش بتاع شتايم ولا اقول لك في عبده ولا انت تقول لي بتاع كبدة وبتاع فول. يعني انا مواطن بسيط مصري عندي قدرة كاملة ان اتحداهم وانازلهم على الهواء مباشرة بالارقام. النهاردة وكالة موديز يعني اللي هي احدى الوكالات اللي كانت يعني قلب الدنيا علينا في البداية وتصنيفنا كان سيء، النهاردة صنفت تركيا في مرحلة غير مستقرة ماليا. والله أنا مش همتن في تركيا، بس أنت كقناة بتزفني ليه وتقول الحقائق بطريقتك؟ ليه كل حاجة بتمرر الحلو وعايز توصله للمواطن أن أنت في كارثة وأن البلد رايحة في 60 داهية؟ لغاية إمتى هتفضل تحاول توجه الناس توجيه أنها غرقانة يا ابني؟ وأنت اللي بتكلمه ده راكب في جوه المركب، لو المركب لو غرقت هتغرق بيه. كل ده بنقوله عشان حاجة واحدة بس نسعى ليها، المشاركة السياسية. هقولها مرة واثنين وثلاثة، المشاركة لانتخابات الجمعة القادمة للمصريين بالخارج وبعدها بعشر أيام للمصريين بالداخل. انزل وشارك، ولو معترض قول انت معترض ليه، ولو عايز تفهم اي ارقام وليك اي تعليقات انا يا سيدي بلاش كده بصفة شخصية، لو عايز تتناقش ده حلو وده وحش وده نص نص، بس دي بلدنا هنبنيها سوا. ومسكت الطريق خلاص، يعني اللي نطوا من المركب وراحوا هنا وراحوا هنا او متفرغين للطاقة السلبية النهاردة قاعدين يتفرجوا عليك وعايزين يوقعوك، زي ما استاذ مفيد فوزي امبارح قال الشنكلة. عجبني قوي مصطلح الشنكلة امبارح، نحن في يعني في زمن الشنكلة، انت كل واحد عايز يشنكلك عشان ما توصلش للنقطة اللي انت عايز توصل لها. بطل له حجته وقول له ان مصر مكمله وانتخب اللي انت عايز تنتخبه. تعالوا نشوف المواطنين في الشارع لما سالناهم عن المشاركه كان ردهم ايه. طبعا باذن الله شارك. اكيد طبعا لازم اشارك في الانتخابات الرئاسيه علشان انا فرد بالدوله ديت. مش هشارك، الانتخابات شبه محسومه يعني.
غالبا لا. لازم طبعا اشارك في الانتخابات الرئاسيه. هشارك اكيد اكيد هشارك، يعني هي محسومه، الانتخابات محسومه والناس عارفه مين اللي هيكسب، بس اكيد هنشارك علشان حتى منظرنا في نسبه الانتخابات يعني، او نسبه اللي صوتوا في الانتخابات، عشان منظرنا يبقى حلو قدام الناس بره يعني. طبعا هشارك. هشارك في الانتخابات. لا الصراحه طبعا ده اقل حاجه اقدمها لمصر ان انا اشارك، لازم اشارك في الوقت دوت لان مصر مستهدفه في الوقت ده. هشارك لان انا شايفه انجازات اتعملت ما اتعملتش قبل كده، وفي نفس الوقت كفايه علينا يعني ان احنا في امان، عشان عايز بلدنا تبقى احسن، عشان حال البلد ينسلح، لاني يعني لازم اشوف نفسي في الايام اللي جايه دي، مش ما اسمعش كلام. وبعدين كمان في دلوقتي يعني كلام ان ما حدش ينزل يا جماعه الانتخابات، لا لازم تنزل الانتخابات عشان نشوف الدنيا هترجع زي زمان، ولا نشوفها الاسعار هتقل تاني، ولا ايه الدنيا هتتغير ولا لا. بسبب شغلي انا مشغوله جدا، فما بقدرش ان انا اوفر وقت ان انا اقف في طابور كبير جدا واقدر ان انا انتخب حد. عشان انا مصريه وواحده من الشعب، لازم اقرر مصيره ومين اللي مين اللي هيحكمني ومين اللي مش هيحكمني، وانا فرد مؤثر في البلد لازم اشارك يعني. طبعا هشارك في الانتخابات الرئاسيه لان عندنا رئيس جمهوريه احبها المصريين، هو بدا بينا بدايه كويسه، هو بدا بدايه الخطوه الاولى واحنا مكملين معاه، وباسمه وباسم كل شعب مصر، اي شخص وطني مصري اصيل هينزل يقول نعم لهذا الرئيس. يبقى الرهان على هذا الشعب العجيب، يعني حقيقي رهان دايما كسبان. قبل كده مره في برنامجنا قاره 360 قلت ان المصري ده معادلة وتوليفة مختلفة تماما عن شعوب تانية كتير، يعني في كل حاجة، يعني حتى ساعتها يعني ضربنا مثلا ان انت المواطن الوحيد اللي بيجي جنب عبوة البوتاجاز ويولع جنبها عبود كبريت، والله لو انفجرت يبقى عرفنا انها بتسرب، لو ما انفجرتش يبقى عدت، وغيره وغيره. دي حاجات احنا افهات بنقولها على نفسنا قد تبدو ساذجة للبعض، ولكن هي دليلك على ان انت فعلا شعب مختلف في حساباتك، شعب ممكن، عارف المثل يقولك عادي على ابني واكره اللي يقول امين، انت ممكن الصبح تقعد تسب وتلعن في الاسعار والدنيا و و و، ولكن اول ما تحس ان بلدك في خطر بتتحول تماما، محدش بيعرف يقلبك او يشتريك ويبيع فيك. الساده يعني تجار الطاقه السلبيه، ابعدوا عن هذا الشعب، ابعدوا عنه، لو عندكم كلمه حلوه قولوها، ما عندكوش متشكرين، انزلوا يا مصريين وشاركوا وقولوا ارائكم وقولوا كل حاجه. العدد المتوقع ان يشترك، اوعى تفتكر ان انت عشان الرئيس السيسي احتمالات فوزه كبيره، يا عمي وانا اروح اعمل ايه جت عليا؟ والله لو املك ان اقيم دعوه قضائيه على كلمه اللي بيقول هي جت عليا في اي مجال، في النظافه، في المرور، في الفساد، الكلمه دي قص البلاوي والفساد في مصر بجميع المجالات، يعني بجد ما تقولش هي جت عليا، انزل وقول رايك، ودي نصيحه من اخوك مش نصيحه اعلامي، دي نصيحه اعتبرها واحد بيقول لك يعني لو بتحب بلدك انزل، لو ضد الرئيس انزل، لو معاه انزل، خلي معيار يعني مشاركتك هو حبك لمصر فقط لا غير. جريمه كبرى امبارح اتكلمنا عنها يعني بكل الحزن والاسى، طالب محمد عبد العزيز طالب الهندسه اللي اشترى او يعني راح يشتري اللابتوب من احد المواقع الشهيره للبيع واتغدر بيه. يعني جريمة فيها كل الخسة والندالة والصفاقة. وبالمناسبة أنا أصدقاء محمد بعتوا لي عتاب امبارح أن أنا وزميلتي العزيزة دينا يعني كان في نوع من الدعابة أو يعني اللي لا يليق بالواقع، بس أنا أؤكد كل الاحترام وكل الحزن وكل الاعتذار، لا أخجل أبدا من أي اعتذار، وأعلم أن دينا يعني تشاركني موقفي، ولكن هو كان بعد المداخلة وبعد الموضوع ما خلص، ومع ذلك برضو أعتذر لأسرة محمد وأصدقائه وله يعني خالص تعازينا، لان اي حد فينا كان ممكن يبقى مكان محمد. احنا بنشتري لقطة عربيات وبنعمل حاجات كتير قوي قوي على الابليكيشنز دي، وكلنا كان ممكن نبقى مكان الام المكلومة اللي هي فقدت وحيدها، او يعني بجد خالص التعازي، ولكن القصاص الى حد ما ممكن ان هو يبرد نارنا ونار اهله. معانا استاذ احمد عبد العزيز والد محمد. مساء الخير استاذ احمد. مساء النور يا فندم. بقاء لله يا فندم. ربنا يعزك ويبارك فيك. النهارده في تطورات في القضيه، سمعنا تم القبض على 2 من المتهمين. والله انا سمعت زي حضراتكم بالظبط، لان انا يعني من المشرحه ما خرجتش الا علشان اقابل الناس المعزيين، ناس جايين من الكليه من شبرا وزمايله اللي كان في الاعدادي واللي كان في الثانوي وزمايلي في الشغل، زمايل الجيره
والحمد لله. مظاهرة حب فندم أنا ملاحظها فعلا من هندسة شبرا ومن كل من عارف محمد، ويمكن إحنا لما يعني عرفناه أكتر وشفنا الفيديوهات اللي كان هو بيعملها وعايز يبقى نجم ومقدم برامج، فيعني تقبل مننا إن إحنا نهديه النهاردة نعرض الفيديو اللي هو كان بيتكلم فيه على ناطر الخيرية ونحقق له جزء من أحلامه ونكرر تعازينا. يعني حقيقي أنت في يعني مصاب فادح وأليم وخالص تعزينا لحضرتك. ربنا يعزك ويبارك، ربنا يعوض على حالك يا رب. الحمد لله. خلينا نشوف محمد، يمكن هو كان نفسه يبقى نجم ويمكن يكون نجم في الجنة إن شاء الله، لأنه شهيد يعني مشواره، وراجل نزل من بيته آمن سالم إن هو رايح يشتري لابتوب وحوش ثمنه كتير جدا جدا، وفي النهاية عايز أقول يعني المخدرات هي القاسم المشترك في كل الجرائم اللي زي دي. التحقيقات قالت كده، اتنين مغيبين 18 سنة وتقتل، وبعدين يعني شوفوا من كتر ما هو مغيب، طب ما انت ابني هتتجاب هتتجاب، ده ابليكيشن ومعروف هو رايح يقابلك. يعني قمة الإجرام مع الناس مغيبة 18 سنة، ضيعت شاب زي الورد وزي الفل اللي كان عنده أحلام. حسبي الله ونعم الوكيل في يعني في كل من، خلينا نحاول نعمل اي حاجه ايجابيه زي ما اصحابه كلهم واقفين في ظهره وبيعملوا كل ما هو ايجابي. خلينا تكريما لمحمد نعرض الفيديو ده، وكلنا يا ريت واحنا بنتفرج على الفيديو ندعو له بالرحمه ولاسرته بالصبر والسلوان. انا كنت عايز اعمل فيديو بقالي فتره كبيره عن القناطر، مع انها موجوده في المناهج الدراسيه لان في ناس كتير ما تعرفش حاجه عنها، فقلت اجيب معلومه مثيره للاهتمام عنها، وبعد كده لو عايزين نعمل فيديو اطول شويه جايز ابقى اعمل. اللي كان شغال على القناطر جايز 1200 عامل من مصريين واجانب، وانشا خط سكه حديد عشان ينقل الحجاره من المحاجر اللي موجوده في قرى لحد يرس. عمل وقف بسبب الطاعون اللي انتشر ساعتها بين كتير من العمال وبين كتير من المصريين. فلين امبيك اللي كان المهندس المسؤول عن المشروع كمل في رسم الخرايط، ووصل لحد ان تكلفه المشروع هتوصل لمليون و880 الف جنيه، بالرغم من ان جزء تصدع او انهار وفي اجزاء ظهر فيها خلل بسبب ضغط المياه الكبير. شاف محمد علي ان القناطر هتتخرب بعد ما صرف عليها كتير، بتعمل ايه بقى محمد علي؟ قال لي في البون ازاي؟ قال لك احنا نهدم الهرم. ايه نهدم الهرم؟ اه يا عم نهدم الهرم وناخد حجاره نبني بيها كوبري عادي يعني. مش بس فكر، ده اصدر بيان للمهندس جنان وكان مصمم ان هو لازم يفك الهرم ويعمل منه الكوبري، بس الهرم لسه موجود اهو يا عم. المهندس لينان اقنعه بالارقام، قال له بص يا عم محمد علي، احنا دلوقتي لو فكينا الهرم وعملنا منه حجاره عشان ننقلها ده هيكلفك 10 قرش ونص، انما في حين ان احنا خدناها من المحاجر ده هيكلفك 8 قرش وثلاث ارباع. فمحمد علي قال له اه قشطه، يعني الاثنين قرش وربع دول اقنعوا محمد علي انه خلاص ما يهدمش الهرم. بس بعدها مات محمد علي قبل ما يشوف اعظم انجازاته. وجي بعده عباس حلمي الاول، كان المهندس اللي شغال على القناطر وهو مجيل بيك، اللي كان عايز يغير تصميم لينان قبل ما محمد علي يموت. يقوم عباس حلمي الاول اللي هو حكم مصر يقول لك ايه، انا لا ادري ما الفائده من وجود تلك الجبال من الصخور المرصوصه فوق بعضها، فاذهب واهدمها واستخدم حجارتها في اتمام عمل القناطر. فطبعا مجيل بيك اترب، يقول عليا هدم الاهرام ياما. فعباس راح مرجع لينان للشغل، والحمد لله قدر يقنعه انه ما يعملش كده برضه، والحمد لله المشروع اكتمل وقدروا يستغنوا عن 25 الف ساقيه وشادوف، وقدروا يرووا 4 مليون فدان ويقللوا في خساره الميه اللي بتهدر، وبالتالي انهم يزرعوا محاصيل صيفيه بدل المحاصيل الشتويه اللي كانوا بيزرعوها بس، فغيروا نظام الري بدل الحيض اللي كان موجود في وجه قبلي. بعدها جت شويه تحديثات واصلاحات ابرزها في عهد الخديوي اسماعيل، وتكلفه انشاء القناطر الاجماليه تصل ل 3.5 مليون جنيه وقتها، والقناطر منشأة في منطقة اسمها بطن البقرة، هي اسمها كده فعلا، في المنطقة اللي بيتفرق عندها فرعين النيل دمياط ورشيد، وبتبعد 22 كيلومتر عن القاهرة. بس اظن كده كفاية، ما تنسوش بقى تقولوا رأيكم. والله يا ابني كنت موهوب وكان قدامك مستقبل باهر، بس خلينا نكون اكثر ايجابية، وانا بقى يعني اتبنى مبادرة يا ريت اصدقاء محمد يساعدوني فيها، خلينا نوصل الفيديو ده لمليون مشاهد على اليوتيوب. اعتقد ان ده قد يكون تخليد لذكرى محمد، هو كان نفسه فيديو زي ده ينجح في مسابقه او يشتهر يتشهر وان هو يبقى نجم اعلامي. فيعني 25000 لابتوب ده رقم، ده مبلغ امه يقيل انها باعت مصوغاتها الذهبيه، او حتى ما باعتش، ده رقم لشاب لسه صغير كان قدامه طموح وقدامه الدنيا مفتوحه ودمه خفيف وعنده قبول وبيحكي بشكل محبب. اتمنى ان يعني اكون طرفا في المعادله دي واقدر اقدم اي حاجه. الفيديو ده لازم يوصل مليون مشاهد، وده دور اصدقاء محمد عشان يفضل اسمه خالدا يعني بما قدم، الله يرحمه. ومعانا بقى حسناء طارق، خلينا نعرف ابعاد الجريمه، محرره الحوادث بجريده وموقع فيتو. حسناء مساء الخير. مساء النور.
حسناء احكي لي النهارده اللي يعني القبض على 2 من المتهمين والبحث ما زال جاري عن الثالث. ايه اللي حصل بالظبط؟ حضرتك هو تواصل هو اصلا محمد تواصل مع المتهمين من خلال الابلكيشن. فكان وكلمهم كمان على الفيسبوك وعلى الواتس عشان وكان في سجل مكالمات بينه وبينهم. هو ده اللي ادى ان الاجهزه الامنيه تقدر ان هي ترصد مكانهم والمكالمات والمحادثات اللي كانت تمت بينهم والاتفاق. وبالتالي قدروا ان هم يحددوا الموقع اللي هم كانوا بيتكلموه منه وراحوا لهم فعلا في عين شمس وقبضوا عليهم. لا يعني هم اثناء هم سرقوا موبايله طبعا بعد الحادث. اخذوا موبايله واخذوا البطاقه بتاعته. تمام. عشان ما يعني وحاولوا ان هم يعني ان هم يغيروا معالم الجثه عشان ما حدش يعرفه. بس ما قدروش عشان كان في عربيه حسب اقوالهم في التحيات ان كان في عربيه ماشيه فهم خافوا منها فسابوا الجثه في الجنينه ومشوا. طب المتهم الثالث يا استاذه حسناء فيش اي اخبار عنه او معلومات اخرى؟ هم ادوا اوصافوا المعلومات عنه للاجهزه الامنيه ولسه الاجهزه الامنيه بترصده. هو صاحبهم الثالث يعني هم شله صحاب مع بعض؟ هم ثلاثه مع بعض اللي بيجمعهم ان هم جيران وبيجمعهم القهوه. وايه قصه ايه علاقه المخدرات بيهم او ايه علاقتهم بتعاطي المخدرات؟ هم بيشربوا مخدر الحشيش مع بعض وكانوا بيشتغلوا في عمل يومية يعني لو في شغلانه جت ان هم يعملوها يوم بيوم كده. ففي الفتره الاخيره هم ما كانش عندهم شغل خالص. اللي كان بيشتغل فيهم كان بيجيب الحشيش وكان بيجيب الاكل ليهم ياكلوا مع بعض يعني يشتغلوا مع بعض. ففي الفتره الاخيره هم ما كانش معاهم فلوس خالص ولا ان هم يدخنوا ولا يشربوا حشيش ولا يجيبوا اكل ولا اي حاجه. فهم فكروا مع بعض ان هم يدخلوا على الابلكيشن ده وينصبوا على النت. اتكلمتي معاهم يا حسناء في اي حاجه ولا لسه الشرطه متحفظه عليهم؟ لا لسه الشرطه ما فيش حد يقدر ان هو يتواصل معاهم بس ده من خلال مصادرنا الامنيه فقالوا لنا على التحقيقات معاهم. حسناء هنتابع معاكي يعني لاحقا تطورات الموقف ومعلومات اكتر وعايز اقول لهم يعني حبل المشنقه في انتظاركم يعني اقل واجب بجد والله لان انتوا ضيعتوا مستقبل اسره كامله مش شاب واحد بس. يعني مخدرات ايه وبتاع ايه اللي يا ابني ده انت ضيعت عمرك ثلاثه اعدام ده قتل مع سبق الاثار والترصد يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده الف فيه بتاعتك اعدام وضيعت شاب وقتلت شاب وده ايه. مخدرات يا جماعه بقت وصلت لمرحله مرعبه وبقت سبب في جرائم لا حصر لها ربنا يستر على اولادنا. امبارح برضو فتحنا ملف عن المباني او ازالة المباني المخالفة في الاسكندرية ودي ازمة كبيرة بقالها حوالي يمكن اسبوعين ودخلت معانا مشاهدة كريمة اسمها مدام رنا قالت ودعت وعلى على العهدة على الراوي ان هي رجعت من شغلها لقت العفش مرمي في الشارع وما طلعوهاش البيت وذهبها اتسرق وبعد كده بصفة شخصية فريق الاعداد عمل مجموعة تحريات الموضوع في واحدة اسمها وصفة هي صاحبة البيت ويقال هي بتدعي او بتقول ان رئيس الحي اللواء عادل سلامة هو يعني في تربص بوصفة دي وان المعمارة هي الوحيدة اللي تهدت والكلام كتير جدا ولكن احقاقا يعني او لكل واحد حق الرد معانا سيادة اللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزه تاني نفهم منه حقيقة الموضوع وموقف المحافظة. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم اتفضل يا باشا اتفضل يا فندم. سيادة اللواء امبارح ما اعرفش حضرتك اتفرجت على المداخلة بتاعت مدام رنا ووقعت ابو قير ولا ما تابعتهاش؟ لا معلش يا فندم يعني انا بصراحة ما بتابعش التلفزيون بسبب الانشغال في اللي احنا فيه يعني الانشغال جامد شوية. طيب تحت امرك عامة اتفضل يا فندم. هي السيدة الفاضلة ادعت ان هي في عمارة في ابو قير في الدور ال 16 وان العمارة دي يعني معاها محاضر تصالح وان هي الموضوع منتهي وبقى لها 5 سنين ساكنة ورجعت من الشغل فوجئت ان عفشها مرمي في الشارع وان ذهبها اتسرق والظباط منعوها تطلع شقتها وقالت برضو ان هناك سيده تدعى وصفه وان في عداء شخصي مع من تدعى وصفه وتربص بيها. طيب انا هقول لحضرتك حاجه احنا ما بنشتغلش احنا ما فيش بيننا وبين اي حد الا غير الحق والقانون. تمام. يعني احنا ما فيش اي معرفه لا معرفه ولا شخصي ولا عداء ولا بيننا وبين حد الا غير احنا القانون واحنا الجهه المنفذه للقانون وبنتعامل مع كل المواضيع طبقا للقانون وبرك جميع النواحي بتراعى بالحق. يعني احنا ما فيش بيننا ما فيش لا مع ولا ضد
مع اي اتجاه ومع اي حد. بالنسبة للعقارات المخالفة اصلا هي مخالفة وطلع لها قرار ازالة، يعني مخالف مخالف. طب يا فندم معيار الازالة ايه؟ يعني المنتزه دي فيها كم مخالفات غير طبيعي، ايه المعيار اللي بنبدأ بايه وننتهي بايه؟ احنا بناخده لو ترتيب ازالة العقارات المخالفة، بنبدأ بالعقارات المخالفة اللي بتشدد خطورة او التعدي على ارض الدولة، دوت رقم واحد. بيوت المايلة اللي هي اتبنت بمواصفات غير مطابقة ومحققة ميل او محققة خطورة على العقارات المجاورة او على المواطنين، تمام، او يكون تعدي على خطوط التنظيم او على اراضي الدولة اللي هو السرداد اراضي الدولة. طب يا فندم خليني بس يعني القي الضوء على الواقع نفسها، مين هي وصفة دي؟ لا دي انا ماليش علاقه بيها، بس هي قالت ان الرئيس الحي عرفني وكان في نزاع السنه اللي فاتت ومشكله مع ضابط لا 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 لا، دي انسانه كثيره المشاكل. بس على فكره هو اي قرار ازاله ولو لاشغال طريق ما لازم يبقى فيه مش عداء، هو لازم يبقى جوه منه شيء مش تمام. طب ايه اللي مش تمام في الموضوع يا فندم عشان ما يبقى نوضح القضيه؟ ايه اللي مش تمام في الموضوع؟ انا عايز لو حضرتك وفي الشارع العادي جدا وفي انسان مخالف، تمام، ولنفترض ان هو بايع طماطم وهتشيل له القفص الاشغال بتاعه البسيط، هل هو هيبقى مبسوط جواه؟ لا. بس فبقى لحضرتك بقى بني ادم بنى بيت مخالف وبتشيل له المخالفه بتاعته، هل دوت هيبقى مبسوط وتمام؟ طب هي وصفه دي صاحبه العماره يا فندم ولا دي ليها شقه في العماره؟ لا والله انا ما بتكلمش على شخص او على غيره، ولكن انا ما بتدخلش في الحاجات ديت ولا ليه علاقه بيها، انا بنفذ قانون. تمام. كم قرار ازاله تنفذ في حي المنتزه تاني يا فندم في الفتره اللي فاتت؟ لا ده كتير، انا مش هنتكلم على الكم، احنا بنتكلم في الحاله دي بالاخص، دولت عقارين جنب بعض في شارع واحد 23 25، مش بيت واحد، مش البيت اللي هو يعني مصار عليه كل هذه المواضيع، هما بيتين. ايه قصه البيتين دول يا ست اللي هو؟ البيتين مخالفين. بمعنى ايه يعني؟ مخالفه ارتفاع ولا خط تنظيم؟ مخالفه انشاء اصلا بناء بدون رخصه. يعني العماره كلها او البنائين اصلا ما لهمش رخصه. وبالتبعيه احنا لما بنيجي ندخل على اي بيت مخالف بيتشاف حالات الاسكان الفعلي وحالات اللي هي غير مشغوله وحالات الاسكان السوري. وبتزيل الاسكان السوري. الاسكان السوري دوت مش ما بيكرروش شخص، بيكرروا لجنه مكتمله مشكله من عضو قانوني وعضو اداره هندسيه مهندس تنظيم وسكرتير عام الحي وضابط مباحث او مندوب من الاسم. يعني القرار مش منفرد في ايد رئيس الحي، ده مجرد لجنه فيها كل الجهات بتحدد الازاله للعقار وبتحدد وبتشوف. فهي شافت على فكره وصف العقار اللي هو الناس بتتكلم فيه ده، البيت دوت خالي مش متشطب، يعني حيطان منها اللي بالطوب ومنها اللي محارة فقط. يعني يا فندم البيت ده من 2013 مبني لغايه النهارده هو مش مسكون بالكامل؟ لا، العشر ادوار اللي هم اخدوا ازاله دولت خاليين تماما، ولو كان فيهم اشغال فهو اشغال سوري يعني لمجرد الاشغال، لكن ليس به اي حياه. طب وامر او قرار الازاله طالع حتى سطح الارض ولا الادوار المخالفه؟ قرار الازاله حتى سطح الارض، ولكن لوجود اسكان فعلي بنتجنب الاسكان الفعلي عشان ما يبقاش فيه ضرر للمواطنين اللي ساكنين فعلا. تمام. اللي ساكنين فعلا، ولكن الاشغال السوري والخالي بيتم ازالته. طب سياده اللواء يمكن الموضوع ده يعني انا هسال عليك سؤال هو مش اختصاص حضرتك يعني او يعني مش في قضيتنا، ولكن ناس كتير بتقول طب في قانون طالع للتصالح، انتوا مستعجلين على ايه؟ ليه الاهدم؟ ويمكن القانون ده ينصف بعض المخالفين. ده مش رايي، ده كلام ناس يعني بيطرح. انا طبعا مش هتكلم على المستقبليات التي لم تقر قدام مني، انا بشتغل بالقانون اللي انا شغال بيه دلوقتي واللي هو المفروض علينا تنفيذه. تمام. وزي ما قلت لحضرتك عامة ده شارع ضيق، الارتفاع اللي هو الارتفاع في الشارع الضيق ده عامل مشكلة. هو الشارع عرض كام يا فندم اللي فيه الواقعة؟ مبنية بأسلوب ما فيهوش مواصفات فنية. سيادة اللي هو الشارع معلش الشارع عرض كام اللي فيه الواقعة؟ يعني أنا ألف 6 متر تقريبا. يعني شارع 6 متر فيه عمارة 16 دور؟ أيوه العمارة دي 18 دور. 18 دور. أيوه، والنزاعات اللي حصلت قبل كده عليه على فكره دي اتعمل لها قرار اخلى.
تمام. احنا نزلنا المره دي طب ما في البيت اللي قبل منه على طول اللي هو 25 بتاخد من الارض للعاشر كله ازاله ازاله. تمام. بس هو موضوع الازالات بوجه عام احنا بنتجنب موضوع مش بنتجنب يعني جزئيه اللي هي بيبقى اسكان فعلي ده بيتعملها قرار اخلاء لاحق وبنشيل الفاضي والاشغال السوري. طيب سياده اللواء عادل سلامه بنشكرك شكرا جزيلا وكده الصوره اتضحت تماما. هو العقار ملوش رخصه اساسا يعني ده برضو العهد على زي ما امبارح سمعنا مدام رنا كان لازم يعني نوكل الامر لصاحبه هو رئيس الحي يؤكد ان العقار محل الخلاف ملوش ملف او رخصه اساسا. عقار 18 دور في شارع 6 متر يعني لو حصل فيه حريقه حصل فيه مصيبه لعربيه مطافي تطلع ولا اي حاجه. طبعا الموضوع ده احنا امبارح اتكلمنا برضو فيه انه محل خلاف بين المواطنين المصريين بصفه عامه بعد الاجتماعي ولا تنفيذ القانون. اعتقد ان هيبه الدوله وتنفيذ القانون هم يمكن الصوت الاعلى حاليا ولكن يعني انا لو اقول ان لا والنبي قانون يستنى شويه ابقى راجل يعني لا احترم او يعني لا طليق ان حد يطلب كده ولكن نتمنى ايضا مراعاه البعد الاجتماعي. هنطلع فاصل ونرجع معانا اخبار كتير ومعانا احداث كتير انتظرونا بعد الفاصل واوعوا تقوموا بقى. امبارح في حوارنا مع الاعلام الكبير استاذ مفيد فوزي قال جمله في وسط الكلام ووجه نداء للرئيس السيسي قال له اهتم ببطون المصريين مع العاصمه الاداريه. طبعا انا ما رضيتش ساعتها ارد او اعلق لان طبعا انت في حضره اعلامي وكبير واستاذنا فانا يعني الناس جايه يعني الفقره انك تسمعه مش ان احنا نخش معاه في نزال ولكن حبيت اوضح بس معلومه او يعني في فكر او انطباع مغلوط تماما عن المشروعات القومية بصفة عامة وعن العاصمة الإدارية بصفة خاصة. وبرضه أنا راجل بتكلم بالأرقام اللي عنده أرقام يجي يقولها لي ما يشتمنيش ولا اشتمه أنا مش بتاع شديد بتاع أرقام فاللي عايز يعرف بالأرقام أعرف. ولكن أولا الناس اللي بتقولك المفروض الإنفاق على مش عارف كذا وكذا بدل العاصمة الإدارية يريد نتفق ونعرف اقتصاديا إن فرق كبير جدا بين الإنفاق العام والإنفاق على الخدمات وبين الاستثمار. الاستثمار ده زي انت لما بتعمل مشروع لابنك عشان لما يكبر يلاقي حاجة يعيش منها ويقدر يبقى يعني يجيب قوت يومه او يستثمر او يكبر ده الاستثمار. العاصمة الادارية هي استثمار وغيرها من المشروعات القومية في غيرها مش استثمار بس انا بتكلم على دي استثمار ذو عائد ضخم جدا جدا وبدأ بالفعل العائد ده يعني يتدفق على خزانة الدولة واللي مش مصدقني يروح يشوف هيئة المجتمعات العمرانية والفائض اللي محققها العام الماضي وحجم الايرادات اللي جات لها. ثانيا الناس اللي بتشتغل في العاصمه انت بتقول الغلبان بيستفيد ايه؟ لا ده في 5 مليون مواطن مصري مصدر رزقهم واكل عيشهم المشروعات القوميه. منهم نص مليون تقريبا حسب كلام دكتوره هاله السعيد يمكن مش حاليا او مستقبلا دول تبع او يعني بيستفيدوا او مصدر رزقهم العاصمه الاداريه. ثالثا بقى وبرضو خلينا ناخد الطرح التقليدي بطون المصريين فعلا الاسعار لازم تبدأ ترد. يعني ايه ترد؟ يعني الموجة التضخمية الرهيبة اللي شهدتها مصر بعد ارتفاع الدولار خبطت المواطن المصري في نفوخه وقسمته حتتين. ايه الامل او ايه اللي جاي عشان ما نبقاش احنا يعني بندي حقن او مسكنات؟ هو الامل في ايه؟ ان الاسعار ترخص؟ ياريت. ترخص ازاي؟ بالوفرة. مفيش حاجة اسمها تسعيرة جبرية، في حاجة اسمها وفرة. أنت النهاردة عندك عجز في اللحوم الحمراء عشان كده الكيلو ب 200 جنيه مثلاً. لو وفرت الطلب كله كيلو هيبقى ب 100، كذلك الأسماك. عشان كده النهاردة حبيت أستطلع أو أطمئن على وضع بركة غليون أو المدينة السمكية في غليون، أخبارها إيه؟ إمتى المواطن المصري هياكل رز وصيادية وسمك وجمبري في حدود إمكانياته؟ خلينا نطمئن معانا أستاذ معتز المقدم منسق عام المشروع ونعرف منه أخبار الأسماك والجمبري إيه. أستاذ معتز مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ معتز. إحنا قاعدين على السفرة وقاعدين مستنين غليون، فين الشغل؟ إحنا جاهزين أهو. يلا يلا قول لي الشركة طلعت إيه أو إيه بدايات الإنتاج إيه؟ إحنا الحمد لله بفضل الله تعالى المشروع شغال بطاقة إنتاجية بنسبة 100% بالكامل. طبعا حضرتك شرفتنا في الافتتاح لما السيد الرئيس افتتح المشروع يوم 18/11/2017 واحنا
احنا بفضل الله من ساعتها احنا شغالين بطاقه انتاجيه بنسبه 100% لجميع المصانع. يعني لو ناخد بالتدريج كده احنا عندنا مصنع اعلاف، عندنا مصنع لانتاج الاسماك، عندنا مصنع فوم ومصنع ثلج ومعمل ابحاث ومفرخ بالكامل شغالين. اتفضل يا فندم. مصنع الاعلاف احنا جاهزين اعلاف الاسماك البحريه واعلاف الاسماك الميه العذبه اللي هي الاسماك البلطي والبوري، احنا جاهزين بالاعلاف بتاعتها وجاهزه للجمهور ان هو يقدر يشتريه او للتجار لاصحاب المزارع اللي حوالينا. برضو اعلاف الجمبري دي جاهزه برضو للبيع. لو هندخل على مصنع تصنيع الاسماك احنا اوريدي عندنا ونزلنا للاسواق اسماك فيليه واللي هي البلطي وتتميز بالكفاءه العاليه والكواليتي العالي. استاذ معتز انا هتقمص او يعني يعني انا محامي الادعاء للمواطن المصري وهقول لك انا فين، انا عايز اكل جمبري وعايز اكل سمك وامتى الاقيه على السفره؟ يعني الكيلو هيبقى بكام وامتى وامتى تحصل الوفره؟ رمضان قرب، اي نعم رمضان مش سمك قوي بس برضو شهر الاستهلاك المصري، اخبار السمك في الاسواق ايه؟ التعليمات كانت سياسيه لينا ست الرئيس، والتعليمات جهاز خدمات المشروعات الثروه السمكيه السيد اللواء حمدي بدين لينا ان الاسماك تطرح في الاسواق وهي اوريدي موجوده، سواء كان من خلال منافس توزيع القوات المسلحه جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه او السيارات المتنقله، والايام اللي جايه ديت ان شاء الله هتبقى هتنزل في الهايبر سواء كان كارفور او هايبر او الاسواق الكبيره، بحيث ان هي المواطن العادي يبدا يحس بيها ويشوف اسعارها. اللي هو بكام يا استاذ معتز؟ اللي هو بكام؟ يعني انا النهارده لو انا نزلت اشتري البولتي مثلا ب 30 جنيه عند الراجل اللي انا متعود اشتري منه، هلاقي منتج غليون بكام؟ بص يا فندم، ده سؤال وجيه جدا. انا النهارده هبدا انافس في الاسعار زي ما حضرتك قلت من خمس دقائق لما يبقى عندي وفره في الانتاج. الوفره في الانتاج ديت انا كل اللي محتاجها حوالي اسابيع عشان اقدر اوفرها واقدر انافس، ويقدر المستهلك النهائي الشعب المصري البسيط الانسان البسيط يقدر ياكل من المنتجات بتاعتنا ويحس بفرق السعر في خلال اسابيع. استاذ معتز انا مش هقفل السكه غير لما تقول لي بكام عشان افرح، يعني انا عايز المواطن يعرف ان هو الجمبري ابو 300 جنيه او 200 جنيه هو هيتوفر له بكذا، السمك الفيليه طبعا انا عارف المنتج زي الفل، يعني انا شفت بنفسي المعامل والدقه، وطبعا دي مشكله او قضيه محدش واخد باله منها، لكن بصراحه كده الفشل الكلوي وغيره من الامراض كان سببه الاسماك المهجنه والمونوسكس والكلام ده، موضوع يعني يطول شرحه، ولكن ده الجزء الصحي، الجزء المادي المواطن المصري خلال كام اسبوع هيلاقي السمك ارخص من السوق بكام؟ ارخص من السوق من نقول مثلا من 15 ل 25%. حلو قوي. عارف السوق اللي موجوده دلوقتي. جميل. امتى؟ في خلال اسابيع هيلاقيه موجود في الاسواق، والكواليتي مختلف، الباكينج مختلف، درجه الامان فيه عاليه جدا، اشراف صحي مش طبيعي، ده بشهاده الخبراء اللي هم جم وشافوا المنتج بتاعنا، زائد برضو انا عاوز ابشر اصحاب المزارع اللي حوالينا، احنا متوفر لدينا ذريعه من القاروص والدنيس يقدر يجي ياخد ويبدا يزرع عنده. بقول برضو اللي محتاج فوم محتاج ثلج ومعمل الابحاث، عندنا احنا عندنا معمل ابحاث على مستوى 12 على العالم اللي بيقدر يشتغل في اللي بيعمل رساله الماجستير رساله الدكتوراه، الجامعات اللي حوالينا احنا نقدر نساعده ونقدر نخدمه. استاذ معتز، طيب بالنسبه لاسطول الصيد في مصر، كنت حضرتك برضو كان لنا حديث حول ان برضو المزارع السمكيه هي مشروع رائع بس احنا عندنا سواحل غير عاديه، كنت قلت لي في حاجه او في مشروع تطوير لاسطول الصيد المصري؟ فعلا يا فندم، تعليمات وتوجيهات القياده السياسيه للسيد اللواء حمدي بدين، الحمد لله ان احنا بقى عندنا اسطول صيد اوريدي دلوقتي موجود وخيره هيظهر في خلال شهور بالنسبه لنا، وده اللي هيظبط سعر الاسماك عندنا في الاسواق، ودي طبعا مفاجاه ان شاء الله هتنطرح للناس
في خلال يعني فترة بسيطة جدا سوف يعلن عنها إن شاء الله. طيب انا استاذن حضرتك لو عشنا وكان لينا عمر يعني تبعت لي في قاهره 360 بصفه الامانه هرجع لك كيس جمبري وسيجي كيس سمك فيليه وكيس سمك بولتي وحارضهم على الهواء وانا راجل كيف سمك واقدر يعني بص على بعد 100 متر اقول لك السمك ده اساسه ايه. عايزين نطمن المواطن. انت هتاكل السمك بتاعنا وهتشهد له بالكفاءه والكواليتي العالي والجوده العاليه وده التارجت بتاعنا. الفيليه نوع ايه طيب عشان يعني برضو نعمل منازله سمكيه. الفيليه اللي موجود عندنا اللي هو السمك البلطي الاحمر ده موجود متوفر عندنا والجمبري موجود بانواعه. لا يعني مفيش قشر بياض مفيش وقار مفيش قاروص مفيش حاجه كبيره معموله فيليه. لا يا فندم اللي موجود حاليا هو البلطي بسعر بسيط جدا عشان يقدر المستهلك النهائي يلمسه ويحس بيه. تمام استاذ معتز اشكرك شكرا جزيلا واعتذر ان انا يعني دخلت معاك في التفاصيل ولكن هي دي اسئله المواطن المصري لما بنقابلهم في الشارع او في اي مكان هي دي الاسئله. يعني خليني اكون واقعي وصريح الارقام دي ممكن انت تقعد تتكلم مع راجل على مكتب وقاعدين في الكافيه قاعدين يعني في اريحيه شويه لكن المواطن البسيط اللي قوت يومه او اللي هو يوميته لسه 50 جنيه و60 جنيه والكلام ده ده عايز ياكل عايز يعيش عايز السمك اللي هو بيسمع عنه الفيليه عايز يدوق الجمبري عايز الكلام ده كله. اتمنى ان نصل للوفره. خليني معلش الناس كلها تفتكر الكلمه دي الحل في الوفره لحد مع عصا سحريه ولا تسعيره جبريه الحل ان نعمل وان يزيد الانتاج ده قولا واحدا. خلينا برضو ناخد يعني صوره ايجابيه اخرى ان 12,000 سيده استفادوا من صرف النفقه عبر المحمول. فكرة أو كلمة الشمول المالي دي كتير مش لسه مش مستوعبينها يعني إيه الشمول المالي أو يعني إيه إن أنا أقدر أعمل سلاسة وسيولة في التعاملات المالية. خلينا ناخد يعني الفكرة نفسها من الأستاذ أحمد صالح رئيس قطاع المصرفي بنك ناصر الاجتماعي لأن طبعا بنك ناصر ده يعتبر بيتعامل مع قطاع كبير جدا من أصحاب المشاكل الأسرية واللي هم فعلا برضو يعني محتاجين اللي يخفف عنهم. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم وتحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. يعني 12,000 سيده صرفوا النفقه بالتليفون المحمول، ايه تاني او ايه نقدر نقوله للمواطن تاني تسهيلا وتيسيرا عليه؟ هو الحقيقه دي جزء من الخدمات اللي بيقدمها بنك ناصر وزي ما حضرتك قلت الشمول المالي هو اتاحه الخدمات المصرفيه لكافه فئات المجتمع، الناس اللي ما كانتش تتعامل ابدا بدا البنك يتيح ليهم واحنا بنك بنركز على الفئات المتوسطه ومحدوده الدخل. اتحنا للسيدات صرف النفقه في البدايه من فروع البنك، تطور الامر وبداوا يصرفوا من خلال كارت الاي تي ام من منافذ البنك والبنوك الاخرى. اتحنا لهم دلوقتي الصرف عبر المحمول ولمشترك معانا 12,000 سيده حتى تاريخه من 303,000 مستحق الحمد لله بنقدم خدمه النفقه. يعني يا فندم بنسبه 4% تقريبا من المشترك. ده عشان بدايه المشروع. تمام. طب هتوصل يعني المخطط توصل كام في المية من المستفيدين ان هم يبقوا كلهم عبر المخطط ان احنا سواء اي تي ام او محمول ان يغطي كافة السيدات اللي بتصرف النفقة. امتى؟ ان شاء الله احنا النمو كبير يعني اقدر اقول لحضرتك احنا في الاي تي ام عاملين 60,000 كارت اي تي ام للسيدات وعندنا دلوقتي 12,000 عبر المحمول لان المشروع لسه في بداية التشغيل التجريبي. طب ممكن حضرتك توضح للسادة المشاهدين يعني ايه عبر المحمول؟ يعني انا اخش انا نفرض راجل الشركة الفلانية اخش اقول لهم سلام عليكم رجعنا فلوس من البنك ناصر. احنا شركات المحمول الاربعة. ايوه. وبدأ التشغيل الفعلي للثلاثة الاول فودافون واتصالات وأورانج من خلالها السيدة بتتقدم للفرع بتاعنا او لفرع شركة المحمول بتشترك بس مش عايزين منها اكتر من كده. من خلال اشتراكها ده احنا في اول الشهر في ميعاد النفقه بتاعتها بيجي لها رساله على المحمول يقول لها تم اضافه رصيد النفقه لحضرتك وتقدر تروح تصرفه نقدي لاقرب منفذ لشركه المحمول. ده هي كفايه الواحد يروح ياخد منهم فلوس وهم واخدين كل فلوسنا فكون الواحد يروح يسحب فلوس من المحمول ده انجاز. بس يعني في ميزه كمان يعني بدل ما هو بيتكلم على ال 54 فرع بتوعي اللي بيشتغل منه يقدر يصرف او من البنوك الاخرى اي تي ام لا بيقدر يصرف كل منافذ المحمول اللي بيبلغ عددها حوالي 35,000 فالسيده كده وفرنا لها وقت وجهد والحقيقه هي خدمه جيده جدا كفايه انها ما بتعانيش انها تركب او تيجي البنك او تروح. طب الرسوم معلش يا فندم اخيرا الرسوم من يتحملها وفي حدود قد ايه؟
الحقيقة الرسوم كان في أول 3 شهور تجريبيا مجانا، بعد كده كل 100 جنيه بجنيه، متوسط النفقة 500 يعني حوالي 5 جنيه. جميل، يعني مش محتاجة، يعني كانت هتصرفه قدهم مواصلات مرتين عشان تصرف المعيشة، بتصرف أكتر ده غير الوقت والجهد. تمام، ويكفي أن عدم التعامل يعني مع الكل مرحب بيها الحقيقة. نشكرك أستاذ أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي بنك ناصر الاجتماعي، ويا رب يا رب نتخلص بقى بجد من أستاذ دسوقي الموظف التقليدي والأستاذ اعتماد والطوابير والإهانة بجد، يعني مهما تقول لي أن الدنيا بتتصلح أي طابور في مصر وموظف قاعد، هو برضه الله يكون في عونه، هو قدامه 500 واحد موقفهم طابور ويشخط فيهم ويشخطوا فيه، يعني بجد الدنيا اتغيرت قوي، العالم اتغير وبقى فعلا يعني الحاجات أو الحياة بقت أبسط من كده بكتير، استخراج الرخص، صرف المعاشات. يا جماعه بره ما حدش بيروح بنوك، انا اصحابي بره يعني رجال اعمال في اوروبا مصريين عايشين هناك بيقول لي انا البنك تعاملاتي معاه ملايين وما بعتبش البنك. قيس على كده كل حاجه، مصاريف مدرستك، رخصتك، كل حاجه. نتمنى ان نصل للمرحله دي. موضوع تاني فعلا هو برضو يهم كل اسره مصريه، النهارده كان في تصريح هام لوزير التعليم وتصريح بان الوجبه المدرسيه للتلاميذ بجميع انحاء الجمهوريه ستعود غدا. خلينا نعرف تفاصيل الخبر من أستاذ أحمد خيري متحدث باسم وزارة التربية والتعليم والصديق العزيز. أستاذ أحمد مساء الفل. أستاذ أحمد الحمد لله كله تمام، طمني إيه الأخبار، الأولاد هياكلوا إيه بكرة؟ هياكلوا إن شاء الله بإذن الله. يمكن النهاردة زي معاك وقت كده كان في اجتماع ما بين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق الشاوي وكل الأطراف المعنية، وبالفعل تم إصدار خطابات النهاردة لكل مديريات الجمهورية عشان يبدأ إن شاء الله توزيع الوجبات بإذن الله على مدار الأسبوع القادم بداية من بكرة إن شاء الله. مرحلة رياض الأطفال هيكون ليها وجبة ثابتة بإذن الله وهي ألو. أيوة معاك اتفضل يا أستاذ. ألو معاك يا فندم اتفضل. أيوة هيكون ليها وجبة أطفال إن شاء الله، والبسكويت 80 جرام والفطيرة اللي هتكون من وزارة الزراعة إن شاء الله. ومرحلة لا معلش واحدة واحدة كده قول لي مكونات الوجبة عشان برضو ولي الأمر يعرف ابنه هياكل إيه. طيب بالنسبه لمرحله رياض الاطفال على مستوى الجمهوريه كلها هيكون بسكويت 80 جرام وفطيره مكتمله الغذاء، تم مراجعتها طبعا من كل الاطراف المعنيه ومن غرفه العمليات اللي شكلت من مجلس الوزراء، ويمكن جربها بنفسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع وزير التربيه والتعليم منذ يومين عشان يراجع على كل حاجه في اطراف المنظومه سواء في التخزين او سواء في التوزيع. كل مرحله دي تمت مراجعتها الحمد لله. عفوا الخط اتقطع في انتظار استكمال المداخله، يا ريت نتصل بيه كنترول تاني لان احنا عايزين نعرف بقى بالتفصيل ولادنا ليهم ايه، يعني الطالب في حضانه هياكل ايه، في ابتدائي هياكل ايه، برضو عايزين نطمئن على لوجستيات التوزيع. يعني النهارده هل انت مستعد النهارده مصر لو فيها 15 ولا 16 ما عنديش الرقم بالدقه المليون تلميذ، هل انت عندك وسائل او يعني معدات او تنقل ان انت تاكل كل يوم كل طلعه شمس الملايين دي كلها؟ اتمنى ده يبقى خبر رائع، وخصوصا ان يعني ان كان معانا دكتور شريف ابو النجا من اسبوعين وكانت حلقه قيمه جدا، شرح لنا فكره او العلاقه بين الاصابه بالسرطان وغيرها من الامراض بسوء التغذيه. استاذ احمد معانا تاني؟ استاذ احمد خيري انا معاك استاذ احمد. خش على الابتدائي بقى عشان نطمئن برضو على نوعيه الاكل. الابتدائي هتختلف بقى وفقا لكل مورد لكل محافظه، ممكن يزيد عليها بار شروط معينه، قطعه باتيه برضو بيتم الغذاء فيها، وده كله تم مراجعته بقى زي ما بقول لحضرتك من اطراف معنيه كتير من ضمنهم الهيئه القوميه لمنظمه الغذاء العالميه، كمان تم مراجعه الوجبه سواء زي ما قلت لحضرتك كل الاشتراطات سواء في التخزين او في التوزيع. فالابتدائي يمكن هتختلف من محافظه للثانيه وفقا للمورد ليها، اكثر من 35 مورد كان بيورد لوزاره التربيه والتعليم، استقرت هيئه الغذاء العالميه على 5 موردين هم اللي هيتولوا المنظومه دي ان شاء الله. وزاره الزراعه عندها اكثر من 12 مصنع هتقوم بتوزيع برضه السيره المدرسيه، وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك كده الاجراءات باذن الله بقى على مراحل التوزيع تبدا من بكره على استاذ احمد. التوزيع يشمل مدارس الحكومه والتجريبي ولا الحكومه بس؟ ما هو مفيش التجريبي، في الخاصه لغايه كل 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 مرحله رياض الاطفال، كل مرحله الابتدائي ان شاء الله هيتم التغذيه ليه. طب يعني احنا بنتكلم في ملايين، هل اللوجستيات او طريقه النقل جاهزه للكلام ده؟ يعني يعني كل طلعه شمس هتاكل الملايين دي كلها؟ ما هي ملايين فعلا، وعشان كده يمكن ناس كتير كانت بتلوم وزاره التربيه والتعليم على التاخير، احنا عدنا المنظومه من كلها من اولها لاخرها زي كلها عشان هم ملايين بياكلوا، موردين كتير جدا كانوا مدخلين في مناقصات، مصانع بتتراجع، طول التخزين بتتراجع، طول التوزيع كمان بتتراجع، صلاحيات بتتراجع،
منظومه كلها اعاده هيكلتها من اول وجديده زي ما حضرتك ذكرت كده واكدتها، وملايين من طلابنا ان شاء الله هيستفادوا من الوجبه المدرسيه. نشكرك استاذ احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. حاجه يعني في حاجات بالذات فعلا محتاجه نظره، هي سوء التغذيه الطفل المصري، او يعني دكتور شريف ابو النجا لما حتى طرحنا عليه قلنا له ان السرطان ملوش علاقه كما يقال يعني بفكره النمو او ان هو ملوش يعني دي حاجه كده منفصله، قال لك طب تفسر بايه ان 80% من الدول الناميه في العالم او 80% من المصابين في العالم بالسرطان من الدول الناميه. فعلا سؤال كان يستحق الوقوف عنده، ان فعلا في علاقه واضح ان في علاقه طرديه بين الفقر او معدلات الفقر وسوء التغذيه وبين الاصابه بالسرطان وغيره من الامراض. يعني الطفل الصحيح او اللي عنده صحه كامله بدنيا اكيد فهمه واستيعابه هيكون احسن. هنطلع فاصل ومعانا ضيوف بعد الفاصل، موضوع في منتهى الاهميه، تنميه وتعمير سيناء. سيناء دايما يعني انا دايما احنا من واحنا من سنين طويله نسمع ان في تقصير ناحيه سيناء والصعيد، سيناء والصعيد، عشان كده لما بندخل في الجد لازم بقى نقعد ونقف وقفه ونشوف يعني ايه تنميه سيناء، ايه المرجو منها، ال 270 او 275 مليار اللي سياده الرئيس اعلن عنهم رايحين فين، ومن المستفيد، والاهالي هناك وضعهم ايه واستعداداتهم للكلام ده ايه. كل ده هنستعرضه مع السيد ابراهيم ابو شعيره عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، والدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي بعد الفاصل. اللي بيحب سينا يستنى ويعرف ويطمئن عليها بعد الفاصل. سيناء 2018 كانت عملية عسكرية استنفرت كل جهودنا، ولا يعني عايزين نخلص بقى، عايزين يعني زي ما نقول ايه اقطع عرق وساح دمه، انتهي بقى من القصة دي عشان نمضي قدما في تعمير وتنمية سيناء. طب ايه اللي هيحصل في سيناء؟ هتبقى شكلها ايه؟ يعني الناس اللي كانت بتشكك احيانا في مشروعات قومية بدأت تشوف ان لما بيتوعد بحاجة بيشوفوا ملامحها وبتتنفس، فيمكن ده مدي طمأنينة للبعض، والبعض الآخر مازال عايز يعرف بالتفصيل هو إيه اللي هيحصل في سيناء. أرحب معايا بسيادة النائب إبراهيم أبو شعيرة نائب شمال سيناء. أهلا وسهلا بك النائب. دكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. سيادة النائب هنبدأ حديثنا الأول بأوجاع أهل سيناء، يعني خلينا نرجع بالتاريخ شوية لفترة ما يسمى إهمال سيناء، أو يعني إن إحنا ما كانش فيه ما يكفي من التنمية والخدمات. الأهالي هناك طلباتها إيه؟ يعني هم لما سمعوا المشروع ده كان رد فعلهم إيه؟ والله أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لأهالي سيناء عامة يعني من قناة السويس لغاية الحدود الشرقية، لأول مرة يحسوا بالأمل وبصيص الأمل في عهد الرئيس السيسي. إحنا بقالنا 30 سنة عايشين على المعونات، يعني على الجمعيات الأهلية، وما فيش مشروع استثماري أو في مشروع ظهر في الفترة اللي فاتت. حاليا الدولة بتبدأ بالاستثمار على خط قناة السويس وعلى أجزاء من وسط سيناء، ولكن بالنسبة للعريش وبالنسبة للشيخ زويد ورفح إن شاء الله بعد الانتهاء من الإرهاب، دي وعود من 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 وخصوصا يعني من مستشارين السيد الرئيس المهندس إبراهيم محلب، إنه فلوس سيناء جاهزة وموجودة، أول ما ننتهي من الإرهاب إن شاء الله هيبقى في مستقبل كويس، مستقبل افضل لسيناء وابناء سيناء. لا هل في مشروعات بعينها تم تحديدها؟ يعني انتوا قلتوا عايزين مصنع مثلا، يعني معروف ان سيناء دي فيها ثروات معدنيه لم تكتشف. بالنسبه لوسط سيناء، في شركه ابناء سيناء، دي شركه مساهمه من ابناء سيناء. الشركه دي انشات مصنع للرخام في وسط سيناء بشراكه مع الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، واتبنى المصنع بالفعل، وتقدمت شباب للعمل بالمصنع من اهل سيناء، ومستنين الافتتاح، وده في جبل سحابة، وده بداية الشرارة إن شاء الله للاستثمار في المنطقة. ده في وسط سيناء، في وسط سيناء في منطقة جفجافة بالضبط، يعني من جبل سحابة. المصنع أنا روحته بنفسي وشفته بنفسي، ومن عندي ناس شباب تقدمت في المصنع ده ومستنين الافتتاح إن شاء الله. طيب ده الوسط، شمال سيناء إيه المشروعات المتوقعة؟ والله شمال سيناء، هو السيد الرئيس أعلن أن المدينة هتبقى مدينة في بير العابد. هم حاليا زي ما بقول لك برضو برجع تاني اللي هي مدينة سلام اللي هو بعد احداث الروضة
فالرئيس حب يطمن الناس ويعرفهم انه في الخير قادم، وان احنا بعد ما نقضي على الارهاب ان شاء الله انه هيبقى في تنميه في كل شبر في سيناء، بدايه من رفح الجديد. طبعا رفح الجديده بداوا وضع حجر الاساس من فتره، وان شاء الله من رفح الجديده لغايه قناه السويس ان شاء الله هيبقى في استثمار وفي يبقى مشروعات كبيره. دكتور عبد النبي، خلينا نتكلم بالارقام. ال 275 مليار دول يكفوا لتنميه وتعمير سيناء؟ انا بالتاكيد انت بتتكلم، لكن خلينا برضو نتكلم، ده رقم كبير مش رقم قليل، ده تقريبا يعني 3 اضعاف الخطه الاستثماريه اللي بتصرفها الدوله سنويا على كل الاستثمارات بتاعتها. يعني احنا لو بصينا الميزانيه الدوله بنتكلم في 1.2 تريليون، حجم المخصص للاستثمار يعني بيبقى بيتراوح ما بين 100 و150 مليار جنيه. فالرقم اللي حضرتك بتتكلم عليه ده تتكلم في ضعف او اكثر من ضعف الخطه الاستثماريه. هو معلوماتي المؤكده ان ال 170 جاهزين او 175، وال 100 الاضافيه دي في انتظار تدبيرها. فلا هو الرقم طبعا كبير جدا ويقدر يكفي. خد جزء مهم جدا، ده بيبقى البدايه. يعني انت النهارده كانك انت بتجهز الارض، بتبدا في ترفيقها، بتبدا في اعداد الخطه من الاماكن الامنه اللي بتبدا تنفذها. بمجرد ده ما بيحصل اللي بنسميه بقى في الاقتصاد نظريه الاوان المستسرقه. بمجرد ما بتبدا عمليه التنميه بتسحب وراءها عمليات تنمويه اخرى. اذا بدات باستثمار هذا المبلغ متاكد ان الافراد هيكون لهم استثمارات من خلال مشروعات صغيره بتغذي المشروعات القائمه دي. حتى رجال الاعمال سوف تفتتح شهيتهم من اجل الاستثمار والاستفاده او الدخول على حس الدوله او في رعايه الدوله، هم ايضا للاستثمار وللتحقيق مكاسب وارباح. اذا ده تم، تاكد ان الاستثمار الاجنبي المباشر اللي عينه عماله بتدرس في سيناء باعتبارها منطقه بكر، وكل التقارير الدوليه بتقول انها من افضل، يعني ثاني افضل منطقه تحقق عائد على راس المال المستثمر في العالم. انت ان بدات هذه الشراره فانت كانك انت يا دوب. لا معلش انا عايز اقف لدي، المعلومه دي مصدرها ايه؟ ده البنك الدولي بصندوق النقد الدولي، كل التقارير الدوليه. صحيح. حتى المؤسسه التمويل الدوليه يعني من 3 سنين كانت اصدرت تقرير اتكلمت فيه على المحور قناه السويس وتنميه سيناء، وقالوا ان المنطقه دي بتعد من افضل، وقالوا بالضبط كده، كانت بتحتل المرتبه الثانيه في معدل العائد على راس المال بعد البرازيل. انا في اعتقادي بعد اللي بيحصل حاليا، لا انا اعتقد انها الان اصبحت بتحتل المرتبه الاولى. يعني معدل العائد المتوقع على راس المال المستثمر في هذه الاماكن بيبقى يعني رقم واحد على مستوى العالم. سيادة النائب، في ناس بتقول لك ان سكان سيناء نص مليون او شمال سيناء مش هيبقوا هم يعني لوحدهم في التعمير ده، هنضم ليهم يعني مش عايز اقول نزوح، بالعكس هو يعتبر انتقال كريم وجميل لسكان غرب القناه. هل دي معمول حسابها او انتم مستعدين لكده؟ طبعا هو حضرتك، انا اللي انا شايفه ان انا فور الانتهاء من الارهاب وتعلن القوات المسلحه ان سيناء خاليه من الارهاب، هنوجه دعوه للمستثمرين ورجال الاعمال انهم يجوا ينموا في سيناء، لان سيناء دي لو الدوله نظرت ليها بالجديه او بعين الجديه ان شاء الله يعني الخيرات اللي فيها تكفي مصر، تكفي الوطن العربي، ومش هنحتاج اي حاجه تاني. بالنسبه انت ده شيء طبيعي، احنا متعايشين مع ابناء الوادي، انا المدرس بتاعي من ابناء الوادي، متعايشين كلنا ابناء مصر، كلنا واحد، سواء ابناء سيناء، ابناء الوادي، ابناء، كلنا متعايشين نعيش سوا ونبني سوا ونعمر سوا، ودي امنيه حياتنا. يعني اللي اتحرمنا منه 30 سنه نتمنى انه ان شاء الله بعد القضاء على الارهاب ان احنا نبقى ايد واحده ونبني ونعمر، بحيث ان احنا نمنع قوى الشر اللي عينها من سيناء، واللي زي ما قال شارون زمان اعمار سيناء اخطر على اسرائيل من المفاعل النووي. ان شاء الله نغير النظريه دي، وان شاء الله هنقضي على الارهاب، وان شاء الله هنعمر سيناء ايد بايد مع قواتنا ومع رئيسنا ان شاء الله. طب واخبار بقى صفقه القرن ايه؟ مستعدين؟ لا مش عندنا خالص صفقه القرن دي، صفقه القرن دي الموضوع يعني. ده القرن ده موضوع بعيد عنا خالص. هو الناس بتفكر انه اول حاجه الفلسطينيين دول عندهم قضيه القدس، لا يمكن يسيب ارضه ويجي، واحنا مش هنسمح لحد يوصل طبعا. وقال الرئيس شخصا احنا مش هنفرط في متر الارض دي، خدت شهداء كتير ومات فيها ناس كتير، احنا عايشين فيها بقالنا اكتر من 500-600 سنة، اجي علينا جميع انواع الاحتلال، ما تحركناش من مكاننا، كلهم مشوا، مش هنسمح لحد انه يدخلها ان شاء الله، وان شاء الله رئيسنا مش هيفرط ولا في متر في ارض من ارض سيناء ان شاء الله. طيب معلش، يمكن هو ده السؤال قد يبدو ان هو بره الموضوع شوية، بس المواطن المصري عنده فضول يعرف هي الحياة عاملة ازاي في الشيخ زويد ورفح والعريش. هو حاليا انا مش هكذب على حضرتك ولا اكذب على المواطن، هو حاليا الناس اولا عندنا متفهمة الوضع تماما، انه احنا في مدة زمنية حددها رئيس الجمهورية، تكليف لرئيس الاركان
انك انت سيناء يبقى في خلال فتره معينه خاليه من الارهاب. فطبعا من اساسيات الامن القومي او من اساسيات القضاء على الارهاب انك انت في بعض حاجات انت لازم تعملها. اولا منع المواد الغذائيه ومنع الاكل عن علشان ما توصلش للجماعات الارهابيه دي. ده عامل اساسي في القضاء على الارهاب. الناس متفاهمه كده. وانا اللي في الوقت الراهن يعني في الفتره من 10 ايام وتعالى يعني السيد وزير التموين، السيد المحافظ، الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، السيد وكيل وزارة التموين عندي في العريش، بأمانة بدأوا يوفروا السلعة التموينية للناس، بدأوا يوفروا العربيات الخدمة الوطنية يعني بقالها 3-4 أيام في منطقة شيخ زويد بالذات. رفح خلال اليومين اللي جايين إن شاء الله هيكون فيه مواد غذائية مواد تموينية. فالدولة يعني واقفة بالنسبة لإذا كنت بتتكلم على الشيخ زويد ورفح في الفترة اللي فاتت دي في الثلاث أربع أيام اللي عدوا دول في تحسن بنسبة 70% بالنسبة للأكل والشرب. وإحنا متفاهمين، إحنا كمواطن عندنا الوعي الأمني إن ده معمول مش عشاننا إحنا، معمول علشان الطرف الآخر ما توصلوش. وفعلا في ناس في وسط سيناء سلموا نفسهم للسلطات من الجوع، من الجوع، من الارهابيين، مختفين هو في الجبل مش لاقي اكل، اتمنع عنه الامدادات كلها. ويعني انا ان شاء الله في فتره قريبه خالص ان شاء الله تعلن سيناء خاليه من الارهاب. وانا شايف شغله كويس على الارض يا رب. وعندي معلومات انه ان شاء الله خلال ايام قليله يعني يا رب هيبقى حدث سعيد هنا. هو في ازمه، في صعوبه في التنقل، في كل كده، بس الناس متفاهمه. احنا ان شاء الله هنصبر شويه، لكن عندنا امل ان شاء الله في قيادتنا ان احنا القادم افضل. وان شاء الله كلها ايام، انا بطمن الناس انها كلها ايام قليله، وان شاء الله الامور هترجع لطبيعتها للاحسن ان شاء الله. دكتور عبد النبي، المرتكزات التي اعلنت عن تنميه وتعمير سيناء فيها تعليم، فيها طرق، فيها طرق في وسط سيناء، ودي كانت برضو من ضمن المشاكل، الطبيعه الجغرافيه القاسيه جدا في وسط سيناء مخليه ان في حاله عزل اجباري بين بعض المناطق وبعضها. شايف الاهم ايه يعني البداية؟ التعليم ولا الصحه ولا الطرق ولا كله؟ ما فيش حاجه يعني حضرتك عارف ان لما حتى كانوا بيدرسوا لنا يعني نظريات النمو المتوازن والنمو غير المتوازن، اتضح ان ما فيش حاجه اسمها متوازن وغير متوازن، يجب ان نسير دائما في خطوط متوازن. احنا النهارده كنت بتكلم مع سياده النائب قبل ما ندخل في الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، يعني كنا بنقول ان اغلب قرى سيناء فيها تعليم، لكن لحد التعليم الاساسي اذا بدات تتكلم فيه عن ان يبقى هيدخل ثانوي، المسافات بعيده والطرق غير معبده. فكنت بقول له طب الشاب او الطالب او الطفل اللي موجود ده انت قاتل سقف طموحه، لان هو بالشكل ده مش هيبقى عنده الامل انه يدخل الثانويه ثم صحيح. يكمل في الجامعه ثم يعمل الماستر ويبقى شخصيه لها وضعها في المجتمع. الطبيعه الجغرافيه قاتله ده، عشان كده انا بقول لا، انت النهارده لازم يبقى انت عندك افكار خارج الصندوق. حتى كنت بتكلم معاه وكنت بقول ايه المانع ان في كل قريه بتعمل حتى مدرسه ثانوي صف واحد، لو انت خرجت منها طالب او اثنين ممكن تبقى طالع نبغه وممكن تبقى طالع عبقري. طب الخطه فيها ايه؟ خلينا بقى نقول هنا في التعليم زي ما احنا كنا لسه بنقول النهارده، انت عندك بالفعل مدارس لحد التعليم الاساسي، ايه المانع انك انت تبقى نفس المدرسين بنفس الستاف بنفس اللي بيعملوا ده، حط مدرسه ثانوي اللي ممكن يتخرجوا واعمل جنبهم فصل للتعليم المهني. اذا كنت بتتكلم عن ان تنميه المهارات التنمويه صناعي، بنتكلم على المهن اللي طول عمرها موجوده في سيناء بدل ما تندثر بنكملها من اجيال. طب مساهمات رجال الاعمال اللي سمعنا عنها السيد محمد فريد خميس 20 مليون وغيره بدل، انا بقى شايف ان ده كله يعني الافضل ان هم يبقوا متواجدين ينشئوا ويديروا هم بانفسهم. يعني انت لما بتتكلم عن المرتكزات، وخلينا بقى في الجزء دي، انا كنت بقول يجب ان نفهم دعوه الرئيس اللي هيسمعها انه هيفهمها على انها دعوه للتبرع، انا اسف جدا هنروح ندي قرشين والناس تسقفوا لنا وبعد كده ما نبقاش عارفين المبالغ دي اتصرفت فين وادت الهدف منها، انا ما اعتقدش ان ده الدعوه دي هتجيب اي نتيجه على الاطلاق. دعوه لتنميه سيناء هي دعوه لاقامه مشروعات، الخبرات اللي زي الاستاذ محمد فريد خميس، ايه المانع ان هو ينشئ مصنع للسجاد في سيناء نفسها؟ على فكره شايف ان المساهمه النقديه تأثيرها هيزول بسرعة، لكن ولن يستمر. ويمكن خلينا برضو نتكلم، احنا لو بدأنا نتكلم على كل الكلام اللي كان بيتقال قبل كده عن التبرعات ولن نركع ولن نستجدي والكلام ده كله، حضرتك متذكر ان هذه الدعوات جمعت اموال كثيرة ليست بالقليلة، لكن ما حدش حاسب عنها لان ما حدش عارف راحت فين. لكن اللي مطلوب النهاردة الدعوة موجودة من اجل المساهمة في اعمار وتنميه سيناء، مش التبرع. ايه هي اللي ما حدش عارف راحت فين؟ الاموال اللي تم جمعها كتبرعات في فترات سابقه، اظن انت فاكر لما جينا نتكلم على قرض صندوق النقد الدولي من اربع او اكتر بالشكل ده، قلنا لا ان احنا مش هنعمل وان احنا قادرين، واتعملت دعوات من اجل التبرع وبيقولوا انهم جمعوا اموال ليست قليله. انا شخصيا ما اعرفش
اللي جمعوها ديك راحت فين او اتعمل بيها ايه. الدليل على كده ان احنا رجعنا تاني ورحنا لجنة لصندوق النادي الدولي. لكن خلينا نقول اللي مطلوب فهم هذه الدعوة الجيدة هو المساهمة في تنمية سيناء. النهاردة احنا بنقول الدولة هتوفر بنية أساسية أو قواعد إنتاجية، مطلوب خبرات رجال الأعمال، مطلوب إن يبقى أنت عندك جزء مهم جدا من الخبرات اللي موجودة لك تنقل خبرتها للتنمية الحقيقية على أرض سيناء. طب خلينا نرجع لسيادة النائب ونسأله هل في تواصل مع رجال أعمال من الكبار إن فعلا يبقى في استعدادات لمشروعات معينة؟ والله بص، هو أنا قلت لك ده اللي هو بالنسبة لمصنع الرخام اللي في وسط سيناء ده، من رجال اعمال اللي بيرأس شركه مصر سينا او ابناء سينا ابن من ابناء مدينتي انا الشيخ زويد اساسا، تمام، هو اللي تشارك مع الخدمه الوطنيه وعمل المشروع ده. المهندس محمد فريد خميس له عندي في رفح 100 فدان، دول ملكه من زمان اللي هو النساجون الشرقيون، تمام. انا بشايف ان الدوله بتبدا في الاماكن الاكثر امانا، يعني بتبدا حاليا في الاقصر في الاقصر امانا او الاقرب للقناه اللي هو اقرب للقناه، لا والوسط والله مش اقرب للقناه، ولكن بالنسبه لسينا بص بالنسبه لسينا، سينا المنطقه الصحراويه دي منطقه معادن ومنطقه منتجات، والساحل البحر دي منطقه زراعيه. يعني انا في عندي زراعات لا تزرع الا مثلا في شيخ زويد رفح زي الكلمنتينا، ده منتج يكفي مصر، والخوخ يكفي مصر وتصدر منه اللي بنسميه خوخ العريش، اللي هو خوخ العريش تمام. هو دلوقتي حاليا طبعا نظرا للحرب ما فيش حد بيقدر يوصل مكانه، والنسبه للشجر ده الكهرباء وقطع الكهرباء كتير اتحرقت الشجر. وانا ان شاء الله يعني المعلومات اللي عندي انه بعد انتهاء من الحرب ان الناس دي هترجع لمزارعها تاني، وان المنتج ده هيجي. يعني انا في عندي بص من العريش لغايه مثلا الشيخ زويد، دي منطقه ساحل البحر كلها من اعظم المناطق على مستوى العالم، يعني على البحر بيبقى البحر تحت منك 100 متر والنخل تحت. ومنطقة أنا بدعو بعد الموضوع ما يخلص إن مدعو رجال الأعمال والمستثمرين ييجوا يبصوا بصة، مش عايزوا يستثمر ولكن يبصوا، هتلاقيه من نفسه كده يقول لك أنا عايز هنا وأنا عايز هنا وأنا عايز هنا. هنلغي هنقضي على البطالة، هنشغل الناس، هنعمر الدنيا، هنحارب كل مطمع خارجي في أرض سيناء طالما في ناس، لان اساسيات القوم الامن القومي وجود المواطن في المكان. طب المشروعات الزراعيه اللي بتجهز بقى اللي طلعت السلام او الصحارى او والله كلها تاثيرها ايه على المواطن السيناوي؟ احنا بالنسبه لنا كمنطقتنا لغايه المنبير العبد لغايه العريش دي منطقه كلها تعتمد على الابار الجوفيه. يعني ترعه السلام كانت واصله لغايه منطقه في بير العبد ووقفت على كده. هو حاليا هم عاملين مزارع سمكيه في منطقه سهل الطينه دي في نواحي شرق التفريعه ومشاريع ضخمه يعني فاهم. واحنا عندنا امل ان احنا المشاريع دي ان شاء الله تنتشر عندنا وتبدا تزيد عندنا في المناطق بتاعتنا، وكل منطقه يبقى المنتج بتاعها. يعني مثلا العريش مشهوره بالزيتون، تتزرع فيها زيتون تاني، لان انا عندي زيتون من اجود انواع الزيتون في العالم. طب استاذن حضرتك هناخد مداخله سياده العميد والنائب البرلماني السيد محمود محي الدين. سياده النائب مساء الخير. مساء الخير يا احمد بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ وبعدين يا سياده النائب الميعاد مش عارفين نظبطه مع بعض، ايه الحل؟ معلش انا نائب دايره ريفيه اشمون 1,300,000. لا ربنا يكون في عونك، دي اشمون دي دوله لوحدها. سياده النائب انا دايما بحب اخد منك معلومات عن ما يجري او يحدث في سيناء، المره دي يا رب كده ويا رب دايما. احنا بنتكلم بقى في التنميه والتعمير وليس في الحرب. شايف تنميه سيناء المفروض يبدا منين؟ تنميه سيناء المفروض ان هي تبدا من تنميه المجتمع المحلي، ولكن احنا خدنا خطوه استباقيه في عملية إعداد وتجهيز المجتمع المحلي لتقبله للتنمية القادمة إلى سيناء من خلال الدولة. تمام، تفضل سيادة النائب. فحضرتك احنا المفترض ان احنا بنبدأ بتنمية الإنسان وتنمية المجتمع المحلي وتأهيله لمباهج التنمية القادمة، ولكن أما وإن الإرهاب فرض وجوده فكان واجب على الدولة ان هي تتخذ القرار الصعب في ان هي تواجه الارهاب ولكن تتقدم في موضوع التنمية في سيناء. وده كان تصريح والتزام من السيد الرئيس في عام 2014 في خطاب موجه لابناء سيناء بان احنا هنبدأ بالتنمية ايضا في ظل مواجهتنا للارهاب. طب سيادة النائب جغرافيا مدينة سلام الجديدة، يعني في البعض قال ان هي قريبة قوي من محور قناة السويس وان هي قد يعني تنقل الشمال سيناء غربا زياده، وان باقي الساحل وضعه هيبقى ايه؟
عايزين نطمن الناس ايه اللي هيحصل بالظبط في شمال سيناء وبعد طيب. كده نخش على الوسط بعد كده الجنوب. ده سؤال في منتهى الاهميه بشكر حضرتك عليه. منطقه سلام او مدينه سلام هي هتعمل حاجتين، هتفرغ لي التكتل السكاني اللي موجود في مدن القناه، هياخدني في الجانب الثاني في اتجاه منطقه شمال سيناء. الحاجه الثانيه هقدر استفيد من توسعة اللي تمت في محور قناة السويس، وهبدأ استفيد من المنطقة الصناعية اللي هتنشأ في منطقة شرق التفريعة، وكمان المشروعات اللي بيتم الآن التعاقد عليها أو تنسيقها مع الشركات العالمية، وده بيعتبر في ضمن خطة التنمية العامة للدولة. أما باقي الساحل في اتجاه مدينة رفح، احنا عندنا تعميق وتوسعة ميناء العريش، ودي نقطة مهمة جدا المواطنين ما يعرفوهاش، ان ميناء العريش البحري هيبقى ميناء كبير جدا وهيبقى ميناء عميق، وهذا الميناء هو اللي هيكون فتحة الخير على منطقة شمال سيناء، لان من هذا الميناء يا استاذ احمد هقدر انمي المنطقة الصناعية في منطقة وسط سيناء بصورة كبيرة جدا، وهقدر اتعامل معها باعتبارها ان المناطق الواعدة في التنمية على مستوى العالم، وهبدأ أطرح فيها مشروعات شراكة دولية هي دي اللي هتعود عليا بالنفع في المنطقة دهية. هيبقى فيه تنمية للإنسان وهيبقى فيه تنمية للمكان بما يعود بالنفع على المجمل الناتج العام للدولة المصرية. يعني قصدي يعني المهم النتيجة أن الساحل الشمالي لشمال سيناء كله بالكامل من أول غربة من قناة السويس وحتى رفح شرقا، كل ده داخل في خطة واحدة. داخل في خطة واحدة، وبأكد على حضرتك كمان ان مدينة عريش كان هناك افكار ما قبل 2010 في عملية اعادة تأهيل الساحل من منطقة الشيخ زويد حتى منطقة بئر العدل، اللي هي عملية تنمية الساحل الغرض منه ايه؟ ان انا عايز انقل وعايز اشوف حل في المباني العشوائية اللي موجودة على الساحل ورجعها في المنطقة غرب الاسفلت او جنوب الاسفلت اللي هو الطريق الساحلي، وابدأ اعمل منتجعات سياحية. وكان عندنا تجربة احدى القرى السياحية في منطقة الميدان، منطقة عالمية، منطقة كان بيجيها سياح من شتى بقاع العالم مع طيارات الشارتر بتاعتها. انا بتصور ان منطقة شمال سيناء الناس متخيلة ان هي منطقة كبيرة ومنطقة واسعة، لا هي مش منطقة كبيرة واسعة، بالعكس ده المشروعات المخططة يا استاذ احمد في هذه المنطقة مشروعات عديدة جدا وقد لا تستوعب الطاقات اللي الدولة موجهاها لهذه المنطقة. النقطة الأهم حضرتك هي عملية التوسع في زراعة الأعشاب الطبية وزراعة النباتات في منطقة شمال سيناء. ده موضوع في منتهى الأهمية، لأن ده هيتزامن معايا مع عملية التنمية اللي بتتم الآن والمصانع اللي بتنشأ الآن في منطقة وسط سيناء اللي هي مصانع الرخام ومصانع البازلت والكلام ده كله. المنطقة وسط سيناء يا فندم عالميا معروف انها منطقة غنية جدا وبكر تعدينيا، الكلام ده مدى صحته ايه؟ ده الكلام ده صحيح 100%، احنا عندنا اجود انواع الرخام في العالم موجودة في منطقة وسط سيناء. عندنا اكتر من 400 الف فدان صالحة للزراعة في منطقة وسط سيناء. عندنا حضرتك مكان يستوعب مساقة المطر، منطقة وادي الجرافي ومنطقة وادي العريش، حجم الأمطار اللي بتنزلها بيتجاوز حوالي مليار متر مكعب في السنة. احنا داخلين على مباهج تنمية في هذه المنطقة اللي شهدت الإرهاب واللي شهدت هذا العنف غير المبرر تجاه السكان وتجاه الدولة المصرية من منظمات لا تأتمر بأمر أفرادها ولكن تؤمر من الخارج. احنا ان شاء الله ناويين نشيل الكابوس ده من على صدر الدولة المصرية ومن على صدر ابناء يا رب. سيادة النائب محمود محي الدين، الزيارة اللي جاية ان شاء الله نكون سوا زي جبل الحلال يا رب مع بعض برضو ان شاء الله. سيادة النائب ما تروحش من غيري. لا يا فد، اشكرك سيادة العميد محمود محي الدين نائب اشمون، وهو خدم سابقا في شمال سيناء، عشان كده يعني هو يعني مش عايز اقول متعاطف لان طبعا احنا كلنا مصريين، ولكن هو من الناس اللي حاسه باوجاع ابناء سيناء. هناخد سؤال أهمية المينا، وبرضه يعني هحتاج رد من حضرتك على أهمية مينا العريش ودورنا، بس ناخد الإجابة بعد الفاصل. بعد إذن بعد الفاصل هنجاوب على سؤال ما هي أهمية ميناء العريش في التنمية وتطوير سيناء.
توقفنا عند محطة ميناء العريش، هو يعني ايه ميناء العريش؟ هو موجود بالفعل، ولكن ايه التطوير وايه اللي ممكن يضيفه الميناء ده؟ خلينا نسأل سيادة النائب، ميناء العريش تقدر يعني تفيد او تضيف ايه للتنمية في سيناء؟ هو ميناء العريش كانت شغالة وكان بيتصدر منها الملح والرملة لدول الخارج، وكانت شغالة الميناء، ولكن الارهاب اللي حصل ده وقف جميع الشغل. هو حاليا في تطوير في الميناء لأوسع، وان شاء الله لما تفتح المصانع في وسط سيناء زي كده نستفيد منه استفاده كبيره، ويفتح طبعا تعرف ان احنا بنصدر ملح بره، وبنصدر اللي هو رمله الازاز دي بتتصدر بره، والرخام على مفتتح المصنع، وان شاء الله برضو الاسمنت هيتصدر بره، فهيبقى ان شاء الله الميناء بداوا توسعات كبيره فيها، فهتخدم ان شاء الله. بدأ الشغل في الميناء في شغل فيها من بدري يعني. هي حاليا مغلقه لظروف الحرب، ولكن وهي مغلقه برضو شغالين فيها توسعه. تمام. من بدري. طب دكتور ايه اللي ممكن ميناء العريش تضيفه للتنميه في سيناء؟ بالتاكيد هتضيف كتير، لكن خلينا بقى نتكلم في الجزء المهم. يعني سياده النائب محمود محي الدين اتكلم على جزء برضو ان جنرال، وانا بتمنى ان يبقى لدى الحكومه خطه وبرنامج زمني حقيقي يعني لتفعيل مطالبه السيد الرئيس بايجاد تنميه في سيناء. يعني الكلام بيبقى كويس جدا والخطط العامه بتبقى كويسه، لكن عند التنفيذ بنفاجئ بان مفيش حاجه بتتعمل. خلينا نقول هو قال جزئين مهمين جدا انا كنت ناوي اتكلم فيهم، لكن هو حاطهم بالظبط. يعني سياده النائب قال ان في بعض الزراعات اللي موجوده في سيناء غير موجوده على اي مكان من العالم. سياده النائب محمود محي الدين اتكلم على جزء مهم جدا وهو النباتات العطريه والنباتات الطبيه اللي موجوده في سيناء. انا في جزء مهم يعني خلينا بقى نتكلم فيه شويه بصراحه. يعني ياما كنا بنسمع عن ان الحكومه قدرت انها تضبط زراعات او مزارع كامله وعلى مستوى كبير جدا، وجنبها حتى مصانع لإنتاج المواد المخدرة. يعني كانوا بيبقوا زراعات للبانجو أو زراعات للحشيش، وجنبها مصانع لتخليق هذه المخدرات. طب أنا النهاردة بنتكلم إذا كان في إمكانية في هذه المناطق أن تنمو فيها هذه الزراعات، لا ده في بقى زراعات افضل وبتحقق ارباح اضعاف مضاعفه اللي بيعملوا. بنتكلم على النباتات العطريه، ايه المانع ان النباتات العطريه الفريده اللي موجوده في سيناء يبقى جنبها مصنع لانتاج العطور الفاخره؟ كانت مزروعه، باكد ان ده هيحقق ارباح اكتر من كتير جدا من التجاره المحرمه. يبقى احنا هنا بنقول ان بدايه التنميه في سيناء يبقى لدى الحكومه خطه لتمويل او لتقديم تمويل ميسر لاي رجل اعمال سواء بقى سيناوي او مصري او حتى مستثمر اجنبي عنده استعداد ان هو يقيم مزرعه بتكنولوجيا جيدة لزراعة النباتات العطرية وجنبها مصنع لإنتاج العطور. على الجانب الآخر الطب السيناوي ده يعني شيء مشهور ومن القديم. النهاردة بتكلم على النباتات الطبية أيضا لا تنمو إلا في سيناء. صحيح. أو في الوادي الجديد وفي مناطق كتيرة جدا. النهاردة أنا بقول بقدم تيسيرات قروض ميسرة، بقدم تمويل الدولة كشريك حتى من 170 مليار اللي احنا بنتكلم عليهم لمن يقيم زراعات للنباتات الطبية في منطقة سيناء، واحنا بنقول ان كل المقاومات موجودة وجنبها مصنع عالي التكنولوجيا لانتاج ادوية او لمستحضرات الصيدلة. يبقى احنا هنا بنقول اننا عندنا خطة حقيقية، مش بنتكلم بقى في الاطار العام زي ما احنا بنتكلم الميناء هتبقى مهمة جدا وهتقدم رواج وهتقدم الكلام عن ان تبقى مازال سيناء بالنسبة لنا هي السياحة فقط او اقامة القرى السياحية. يعني طب ما احنا شايفين المشاكل اللي حصلت لنا، يبقى احنا برضو هنقدم استثمارات هتلقى في الارض ولن يكون لها عائد. وعند اول مشكلة خليني بس انا اسف جدا فضل. على الوقت. يبقى احنا بس احنا مطلوب من الحكومة ان يبقى لديها خطة حقيقية مكتوبة، مهم جدا لازم تبقى مكتوبة ويتم نشرها وان تتناقش مع اهل سيناء. برضو سيادة النائب قال جزء مهم جدا وانا كنت عايز اتكلم فيه، هو بقى بيخص سيناء وبيخص مصر كلها. يعني من العيب جدا ان بعد ثورتين بنتكلم عليهم لحد دلوقتي مش قادرين نعمل مجتمعات محلية شعبية او اللي احنا بنسميه المحليات. النهاردة بنقول تنمية المجتمع المحلي، صدقني لن يتمكن من تنمية سيناء أو أي منطقة إلا أبنائها واللي موجودين منها. سيادة النائب كان النهاردة بيتكلم على أو حضرتك بتتكلم على إن إحنا محتاجين ننمي التعليم في سيناء. طب إذا كنت أنت النهاردة الطالب أو الطفل ما أنتش قادر تديله سقف إن هو ممكن ياخد المؤهل العالي لأن أقرب مدرسة ثانوية موجودة بعيد عنه، طب أنت النهاردة خطتك إيه لإنك توصل التعليم الحقيقي لحد المستوى الجامعي لهذا الطالب في سيناء رغم المسافات اللي موجودة؟ لازم ده يبقى مكتوب ونقول ده. أنا كنت بقول لسيادة النائب قدموا اقتراح إن المدارس الإعدادية دي حطوا فيها فصل واحد ثانوي يبقى للي عايز يكمل يعني. اللي عايز يكمل وحطوا فيها ثانوي صناعي للي عايز يتعلم حرفة. انت لو طلعت لو عندك 80 طالب طالعين من المدرسه دول وطلع منهم 5 متفوقين
ايه المانع ان انا يبقى عندي سين او صاد من العلماء المصريين اللي بقوا موجودين هنا بالشكل ده كده بقى؟ يبقى احنا حطينا المسائل على امر الواقع، مش زي ما احنا بنقول. ما احنا بنتكلم في تلميذ سيناء زي ما سياده النائب بيقول من كام، بقى لنا اكتر من 30 سنه. طب ايه النتائج؟ النتائج ان في رغبه جاده، واضح ان في مشروع معين دلوقتي جاي لتنفيذ. هنا محتاجين، هنا برضو جزء مهم جدا بنقوله. دائما الرئيس كان بيقدم رسائل سواء بيوجهها لرجال الاعمال، بيوجهها الى الشعب، الى الحكومه، لكن للاسف كان الاعلام بيلتقطها وما يكونش التنفيذيين وضعوا خطه ليها. يعني انا النهارده كنت متذكر اثناء افتتاح مشروع قناه السويس، سياده الرئيس كان بيقول للشباب يا جماعه طب ايه المانع ان انتم تيجوا تساعدونا نعلمكم حرفه وتضيفوا عمل للعمل اللي احنا بنعمله. الكلام ده كان كويس جدا، ولقيت شباب جدا مهتم بيه وكويس. لكن الحكومه نفسها لا خدت الكلام ده وقالت اللي عايز يتقدم لهذا النداء يقدم فين، او احنا ايه المؤهلات اللي محتاجينها، او ايه ممكن العمل اللي اتعمل، او ايه اماكن تجمع الشباب اللي عايز يعمل بشكل ده كده. وذهبت للاسف الشديد، للاسف الشديد دعوه الرئيس للشباب من اجل المساهمه في تنميه محور قناه السويس ذهبت سدى. برضو مش عايز ارجع تاني واقول وجه الرئيس برضو نداء لرجال الاعمال ان احنا محتاجين مساعدتكم وتبرعاتكم، لكن وحصل فيها مشاكل. لكن لو كانت قال ان انا محتاج ابنه مصانع في الجزء الفلاني واعتبره ده تبرع والدوله ممكن تقدم لكم مجموعه من المساهمات او التمويل او حتى الاعفاءات الضريبيه، لا كان ساعتها رجل الاعمال هي هي هيدخل. دي مرحله لاحقه، وانت النهارده بترفق الاراضي والمشروعات انتظارا للاستثمارات. هو يعني الدوله لن تتبرع، هيجي وقتها يعني. خلينا نتكلم بقى بصراحه، وانا اسف برضو على الاطال، الدوله لا تملك. انا بقول لك النهارده الخطه الاستثماريه الموجوده في الدوله بتتكلم في 100 مليار، مش هيعملوا حاجه. لكن في حاجه اسمه المطور الصناعي، هيئه التنميه الصناعيه بوزاره التجاره والصناعه عامله مشروع كبير كان موجود من سنة 2005، انها بتدي ارض لمستثمر رئيسي وبتقول له رفقها، لكن احنا محتاجين نقيم فيها صناعات 1 2 3. لكن لو هنستنى الدولة تعمل، صدقني ما احنا كلنا عارفين الدولة مديونة، الدولة يعني ميزانيتها 60% مما تحصل عليه الدولة من انفاق هو عبارة عن ديون، سواء ديون داخلية او خارجية يعني. وبرضو الايرادات كل يوم بتقل مش بتزيد، فانت النهارده لو مستني الدوله هتوجه. لا يا فندم، الايرادات زايده 20%. لا خلينا، ما هو لما تقيس التضخم 34% وانت بقى دارس. انا بتكلم على ايرادات الموازنه نفسها. ما انا بتكلم على ايرادات الموازنه بقى، انت بتتكلم 20% 13%. بتتكلم 20% هذا العام بالمقارنه بالعام الماضي، لما تقيس بيها معدل تضخم كان 34%. انخفض برضو المعدل التضخم. احنا برضو بنقول لما بتقيس معدل تضخم يبقى هنا في زياده حقيقيه ولا زياده رقميه؟ خلينا برضو نتكلم، احنا بنتكلم اقتصاد، خلينا نتكلم بتاع. فاحنا بنقول ان الدوله لا تملك الموارد الكافيه لتحقيق هذا الاهداف. وفي دوله هتعمل كل ده. طب سياده النائب معلش انا استاذن حضرتك، يعني هامنك امانه او حملك رساله لاهالي شمال سيناء، لان في بعض الظلم والغبن اللي وقع عليهم من بعض وسائل الاعلام، من بعض وسائل الاعلام ومن بعض المصريين، خلينا نتكلم بصراحه ومن غير احراج، واتهام واضح وصريح. انطباعك عن اهالي شمال سيناء ان الناس دي عارفه الارهابيين فين، وان في منهم يعرفوهم كويس ومنهم، وان الناس دي يعني لها يد. لا، الناس دي رجاله قوي قوي، ولو قعدت مع حد من يعني انا ليه بهزر مع العميد محمود محي الدين وبقول له عايزين نتقابل، لان الراجل حكى لي بطولات يعني حاجه مشرفه جدا بالاسماء عن اسر في شمال سيناء في الاحتلال الاسرائيلي، عملوا حاجات المفروض ان التاريخ يذكرها بكل الاحترام. وحاليا بقى، وده الاهم واللي انت ما تعرفوش او عدد كبير من المواطنين يعني مش متابعينه بحكم سريه المعلومات، اهل شمال سيناء بيتحملوا اللي ممكن محافظات كتير ما تتحملوش. الناس في حاله يعني شديده الصعوبه، بيجي لهم كل الدعم والعون من القوات المسلحه، من وزاره التموين، ولكن واقفين رجاله ومستحملين وعارفين ان اللي جاي احلى، فلازم نوجه لهم الشكر. واتمنى ان تكون الرساله دي توصلهم، الامتنان والشكر لوقفتهم، وده مش غريب عليهم. استاذ احمد، كل من يعيش على ارض سيناء سواء مواطن او جيش او شرطه عايش علشان اللي يبقى في المدن الثانيه امن، علشان الناس الثانيه تعيش في طمانينه. هي هو ربنا ابتلانا ان الموقع الجغرافي بتاعنا ساعد الارهابيين، بوابه مصر الشرقيه ساعد الارهابيين انهم يكونوا وتبقى لهم ارض خصبه في السنه الوحيده اللي ضيعت سيناء، اللي هي السنه اللي حكمها مرسي. دي امانه يعني. بص، هو ده بره موضوعنا، بس انا احب الحواديت. يعني ايه اللي حصل في سنه الاخوان في سيناء؟ سنه الاخوان في سيناء طبعا في ناس كتير هربت من السجن. هربت ولا اللي هو اعفى؟ اللي هو لا، هربت من السجن العفة. كانت معاه الاول، هربت فخدت اللي هو هروب 2011. هو اللي ضيعنا احنا، مش اللي ضيعنا وقوع ليبيا. لما وقعت ليبيا اسلحه كتير دخلت عندنا، سلاح كتير خالص، تمام؟ فاصبحت الدنيا فوضى. يعني انا كنت افتكر يعني حادثه من الحادث اللي كان الجيش والشرطه بيطلعوا يداهموا مناطق للجماعات دي،
وهو كان بيبعت وفد من الرئاسه يتفاوض معهم، وليه كلمه مشهوره اللي هو كان في موضوع السبعه خطفين والمخطفين. فالسنه دي بهدلتنا جامد، والموضوع القبلي عندنا يعني هم بداوا يشتتوا العائلات. انا عندي عائلات كبيره، عائلات وقبائل ليها تاريخ وسجلاتها في المخابرات الحربيه. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انت شمال سيناء كلها مش هتطلع منها جاسوس للكيان الصهيوني، مش هتطلع جاسوس. يعني النهارده انا اللي بيقدموه شبابنا النهارده زي اللي قدموه الناس في حرب اكتوبر واكتر. النهارده انت ابن القاهره جاي ضابط جيش عندي، رايح الشيخ زويد او رفح او العريش، انت ما تعرفش اي حاجه في الطريق. في خطه وكذا، ولكن اللي بيطلع معاك في الدبابه بيطلع معاك ابن من ابناء سيناء، لان اهل مكه اضرب شعابها. يعني انا واحد من انا يعني جوز اختي في اول شهيد في الحمله الله يرحمه. يعني انا الحمله دي جوز اختي هو مواطن مدني. مواطن مدني ليه؟ بص احنا عايزين نخلص من الكابوس، احنا تعبنا. احنا يعني بص انت لما تقعد انا بقى لي 4 سنين تقعد بالشهر والشهرين مفيش كهرباء، مفيش ميه، مفيش اكل، مفيش، وما انتش عارف الارهابي ده مين. فجأة بتتعمل العملية وتطلع، طبعا اهل الشر هناك او يعني تجار الطاقة السلبية بيبدأوا يلعبوا لعبتهم. واللي يعني انا عايزين نخلص، احنا وصلنا لمرحلة خلاص. بس اللي احنا شايفينه على ارض الواقع اللي بدول، اني انا شايف ان الدولة جادة وبكل قوة على انهاء الارهاب. فدي رسالة بتطمن الناس، يعني الناس اي نعم في ازمة في اكل، في ازمة في شرب، في في في، لكن احنا هنعيش، احنا بنعيش على اي بص زي ما عاشوا اجدادنا، ولكن عايزين فوق من الكابوس اللي احنا فيه يا رب ان شاء الله. وبس امانه السلام والتحيه لكل اهل شباب سيناء الابطال. مش عارف عندك دقيقه اقل بس من دقيقه يعني اتفضلوا. يعني خلينا نقول بقى احنا محتاجين الكلام ده فعلا يوضع على ارض الواقع وعلى ارض التنفيذ. يعني اتمنى ان تكون الدعوات لتعمير سيناء وتنميتها يعني لا تذهب سوى زي ما ذهب السابق. انا في اعتقادي ان جزء مهم جدا هيبقى في مجلس النواب، وهو مطالبه الحكومه ببرنامج زمني، وانا هنا بقول زمني ومفصل. 4 سنين يا فندم، وتم تحديد 4 سنين تنميه. ما هو نقول في الشهر الاولاني مثلا هنعمل مزرعه للنباتات العطريه في الشهر بمساحه كذا بتفاصيل كذا، يعني يبقى مهم جدا تعلن سيناء خاليه من الارهاب وبعد كده انت تشوف. لا خلينا برضو نقول طب وبعدين، ما احنا هنبقى بالشكل ده هو مش كتير يعني احنا بنتكلم في شهر ان شاء الله، ما احنا ما فيش شهر ان شاء الله. انت محتاج خطه مكتوبه ومحدده زمنيا وبشكل تفصيلي لشكل وكم وعدد المشروعات التي سوف تقام طبعاً، ونسبة التمويل فيها. جزء برضو مهم جدا ان تراعى الجزء السيناوي، يعني زي حضرتك كنت بتتكلم على طبيعة الانسان السيناوي. اذا كان الانسان السيناوي اسف يعني ما بيحبش تلوث البيئة ولا صناعة البتروكيماويات، ما تحطلوش صناعات بتروكيماويات. كل منطقة يعني تبقى متخصصة من المنتج بتاعها. انت هنا ده محتاجينه ده من الحكومة، مثلا مجلس النواب يطلب من الحكومة ان تقدم خطة خريطة تفصيلية بالتنمية، خطة تفصيلية لعدد المصانع بالتمويل بمشاركة القطاع الخاص. حتى المانع انه يفتح جزء للاكتتاب زي ما اتعمل في مشروع ازدواج قناة السويس، نفتح حتى لمن يرغب في المساهمة في تسيير المشروعات من الافراد، ويبقى هو متملك او حامل لاسهم، بدل ما بنتكلم بقى هات مستثمر رئيسي، طب هات لا انا خايف، طب الدولة عندها مشاكل في الموازنة. يبقى عندنا بس خطة مكتوبة وواضحة وتعرض وتناقش مع اهل سيناء. دكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي بشكرك شكرا جزيلا. ويا روشيتا تستحق يعني النظر ليها بعين الاعتبار والاهتمام. سياده النائب ابراهيم ابو شعيره نائب شمال سيناء، اكرر المره الثالثه تحيه خاصه جدا لكل رجاله وابطال ربنا شمال سيناء. يحفظ كل من عايش على ارض سيناء، يحفظه من شرطه وشعب واطفال، وربنا يفك الغمه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا. الساده المشاهدين، اتمنى اني ما كنتش ضيف ثقيل النهارده، واكرر التحيه والدعوات بالشفاء العاجل لزميلي العزيز استاذ محمد علي خير. بكره هيكون معاكم زميلتي العزيزه بس منفرده دينا عبد الكريم. اليوم اللي بعده يوم الاثنين هيكون معاكم بسمه وهبه، ويا رب ان شاء الله يعني تمر الثلاث ايام على خير حتى يعود استاذ محمد علي خير. نشكركم شكرا جزيلا.